لماذا لم يفز عالم واحد من مصر أو العالم العربي بأي من جوائز نوبل للعلوم بينما فاز بها 5 إسرائيليين؟ أحمد زويل لكنه لم يفز، لم يكن يقوم بأبحاثه في مصر. أهلا بكم، نحن معكم على مدى ساعتين نعرض لأهم ما يشغل بال المصريين في مصر الليلة، وهذه أبرز ملفاته. إن هذه المبادرة سيتم تطبيقها من خلال 3 مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى. في يوم العلم السيسي يطلق مبادرة لبناء مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر في دولة تخصص للبحث العلمي أقل من 1% من موازنتها، تذهب 60% منها كمرتبات ومكافآت إدارية. 27 عاما منذ تأسيس حركة المقاومة الإسلامية حماس، فما الذي قدمته للقضية الفلسطينية وكيف تطورت علاقاتها بالأنظمة المصرية المتعاقبة؟ بلاغ يطالب بمحاكمة مبارك ونظيف في قضية السجون السرية بعد تقرير الشيوخ الأمريكي عن فتح المعتقلات المصرية للقيام بحالات احتجاز وتعذيب بالوكالة عن الولايات المتحدة. الكاف يهدد اتحاد الكرة المصري بالاستبعاد من تصفيات مونديال روسيا حال تكرار انتهاكه لاتفاقيات البث التلفزيوني، وخلاف بين مسبيرو والجبلاية حول من يتحمل غرامة إذاعة مباراة غانا. أهلا بكم مشاهدينا الكرام في مستهل مصر الليلة، وأرحب أيضا بزميلي في تقديم البرنامج حسام يحيى في مواقع التواصل الاجتماعي. حسام أهلا بك. أهلا زين. وزميلة سارة رأفت تقرأ موجز الأخبار. أهلا سارة. أهلا زين وشكرا لك، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى موجز لآخر الأخبار. أحال النائب العام 439 من رافضي الانقلاب في المنيا والبحيرة إلى القضاء العسكري وفقا لقانون حماية المنشآت العامة. فأحال المحامي العام لنيابة دمنهور 300 شخص إلى النيابة العسكرية بتهمة حرق مبنى ديوان عام محافظة البحيرة عقب فضعة الصمي 4 والنهضة، بينما أحال النائب العام 139 آخرين إلى القضاء العسكري بتهمة حرق مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا، وذلك على الرغم من وقوع تلك الأحداث قبل صدور قانون حماية المنشآت العامة الذي أصدره السيسي أكتوبر الماضي ويكلف القوات المسلحة بحماية المنشآت العامة مع الشرطة لمدة 2 مع اعتبارها مناطق عسكرية وإخضاع الجرائم المرتكبة بتخريبها للقضاء العسكري. ارتفع عدد المنتحرين خلال 24 ساعة الماضية إلى 5 حالات، حيث شهدت محافظة أسيوط 3 حالات انتحار لرجل وفتاتين، بينما انتحر شخصان آخران هما عامل وسيدة في محافظتي دمياط والإسكندرية. منعت السلطات مطار القاهرة ميشيل دان الباحثة الأولى في برنامج كارنيجي للشرق الأوسط، منعتها من دخول مصر ورحلتها إلى ألمانيا. وقالت دان وهي دبلوماسية أمريكية سابقة إنها كانت في طريقها إلى القاهرة لحضور مؤتمر تنظمه جهات مؤيدة للنظام المصري الحالي، لكن تم منعها من دخول مصر. ونقلت تقارير الصحفية عن مصادر بالمطار أن اسم ميشيل دان موجود على قوائم الممنوعين من الدخول تنفيذا لقرار من جهاز الأمن الوطني. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الفائز بأول انتخابات عقب الانقلاب، أعلن عن إطلاق المبادرة القومية لبناء مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر. وخلال كلمته باحتفالية عيد العمال قال السيسي إنه برغم التحديات التي تواجهها مصر إلا أن البلاد تسير على الطريق الصحيح، وطالب بمضاعفة مخصصات صندوق تحيا مصر للمساهمة في تطوير البحث العلمي.
شهدت محافظة بني سويف اليوم وفاة أول حالة متأثرة بمرض الحصبة، وقالت مصادر طبية أن الطفل محمود عبد الغني البالغ من العمر 4 سنوات بقرية أطواب التابعة لمركز الوسطى شمال بني سويف توفي متأثرا بإصابته بالحصبة، كما أشارت مصادر طبية إلى ارتفاع عدد المصابين بالمرض ل 24 حالة. كانت هذه أهم الأخبار حتى الساعة، الآن عودة للزميل زين العابدين، تفضل زين. شكرا جزيلا سارة، وبنتظر المزيد من الأخبار على رأس الساعة. نتحول أيضا سريعا إلى الزميل حسام يحيى ليعرف المشاهدون ماذا يمكن أن يتوقعوا من مصر الليلة في هذه الساعة، وكيف يمكن أيضا أن يشاركوا معنا بطرق مختلفة. حسام. نعم زين، مرحبا مشاهدينا، بإمكانكم المشاركة معنا عبر صفحتينا على فيسبوك وتويتر، وذلك عبر هاشتاج مصر أندرسكور الليلة، كما بإمكانكم أيضا المشاركة معنا عبر كتاب التعليق على النافذة الرئيسية للقناة على الإنترنت مباشر -مصر.الجزيرة.نت. ونستعرض الآن ما لدينا في مصر الليلة في الساعة الأولى. السيسي يؤكد أهمية تدعيم العلم والعلماء والبحث العلمي، والسجون تحتضن أكثر من 200 من أساتذة الجامعات بينهم 3 من عمداء الكليات. وفي الشق الثاني من الساعة نناقش أيضا الذكرى 27 لتأسيس حركة المقاومة الإسلامية حماس، ما مستقبل العلاقة بين النظام المصري وحماس، خاصة بعد تحويل الإعلام حركة المقاومة الإسلامية حماس من حركة مقاومة إلى حركة إرهابية. إذن هذا ما لدينا خلال هذه الساعة، لا تنسوا إثراء النقاش عبر صفحتي البرنامج عبر فيسبوك وتويتر، وذلك من خلال هاشتاج مصر أندرسكور الليلة. إليك زين. شكرا جزيلا حسام. إذن السيسي أعلن عن مبادرة جديدة باسم مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر خلال الاحتفال بعيد العلم في مصر التي تحتفي باختراع الكفتة للواء عبد العاطي، وتضيق على العالم عصام حجي لأنه أبدى رأيه، وتخصص مصر أقل من 1% من موازنتها للبحث العلمي، يتم إنفاق أكثر من 70% منها على مرتبات العاملين والإنشاءات مقارنة بإسرائيل التي تخصص 3.5% من موازنتها للبحث العلمي، وفاز 6 من علمائها بجوائز نوبل في مجالات العلوم المختلفة، هذا بخلاف آخرين فازوا في الأدب وفي السلام. ومع تقارير الإدانة لتهجير العقول في مصر واعتقال السلطات السيسي أكثر من 160 عالما وأستاذا جامعيا ومطاردة العشرات وتسبب في مقتل آخرين، هل لا زال التساؤل مطروحا لماذا تتقدم إسرائيل علميا بينما تتأخر مصر؟ عيد جديد للعلم يحتفل به في مصر في ظل ظروف استثنائية تعيشها البلاد التي تأخرت عن ركب الدول المتقدمة في مجال البحث العلمي بمسافات طويلة بما فيها دول نامية. وخلال احتفال هذا العام أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الفائز بأول انتخابات عقب الانقلاب عن إطلاق ما سماها المبادرة القومية لبناء مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر. تستهدف المبادرة حسب قوله توجيه أولويات الدولة نحو بناء الإنسان المصري حسب تعبيره. إن هذه المبادرة سيتم تطبيقها من خلال 3 مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى، تتضمن كل منها ضمن الكثير من المشروعات مضاعفة المنح للمتفوقين من أبناء الوطن للدراسة في الجامعات العالمية، وإصدار قانون لتنظيم البحث العلمي، ووضع استراتيجية مصرية للبحث العلمي تربط الخطط البحثية بأهداف واضحة. السيسي اعتبر أن مصر تسير في الطريق الصحيح رغم التحديات، مشددا على أن تنمية البلاد يجب أن ترتكز على العلم، وأن تطوير البحث العلمي في هذا الإطار بات ضرورة وليست رفاهية، وطالب بمضاعفة مخصصات صندوق تحيا مصر للمساهمة في تطوير البحث العلمي. أدعو مؤسسات المجتمع المدني ورجال الأعمال والمستثمرين لتبني سياسة الاستثمار في مجالات البحث العلمي والتكنولوجيا، كما أن علينا إيجاد وسائل للتنسيق بين هذه المؤسسات العلمية والبحثية وبين المؤسسات الإنتاجية. يأتي احتفال السلطة بعيد العلم هذا العام في ظل تقارير حقوقية دولية ومحلية تتحدث عن توثيق انتهاكات واسعة في مصر بحق العلماء وأساتذة الجامعات وطلاب العلم، أسفرت عن مقتل عشرات منهم واعتقال وفصل مئات آخرين.
ووفقا لرصد من مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان للانتهاكات ضد أساتذة الجامعات منذ الانقلاب العسكري، فهناك 8 قتلى من بين أعضاء هيئات التدريس في الجامعات، أقربهم الدكتور طارق الغندور، إضافة لأكثر من 160 معتقلا ونحو 17 مفصولا و42 موقوفا أو محالا للتحقيق من بين أساتذة الجامعات. وفيما يتعلق بطلبة العلم فهناك مئات القتلى وآلاف المعتقلين، لسان حالهم يقول لعيد العلم: بأي حال عدت يا عيد. وللحديث حول هذا الموضوع أرحب بضيفي في الاستوديو دكتور محمد الجوادي المفكر والمؤرخ. أهلا وسهلا بك دكتور جوادي. أهلا وسهلا. معنا أيضا عبر الأقمار الاصطناعية من العاصمة الأمريكية واشنطن الدكتور نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن. أهلا وسهلا بك. ومعنا عبر سكايب من ولاية نيوجيرسي الأمريكية عبد الله عاصم المعروف باسم المخترع الصغير الذي فضل عدم الرجوع إلى مصر خوفا من اعتقاله عقب حضوره مسابقة علمية في الولايات المتحدة، ربما يكون معنا بعد قليل. لكن أبدأ بك دكتور جوادي. صحيح أنه النهاردة يوم العلم وأن السيسي أطلق مبادرة، وكان أطلق قبل ذلك مبادرة أخرى بأنه كون مجلس استشاري من كبار علماء وخبراء مصر في 5 سبتمبر 2014، يضم نخبة من علماء مصر منهم أحمد زويل، مجدي يعقوب، نبيل فؤاد، حتى فاروق الباز وغيرهم. لكن في الواقع يعني التاريخ بيقول إن إحنا متأخرين جدا علميا. إحنا ما فيش ولا عالم مصري أو حتى عربي فاز بأي جائزة، خصوصا جائزة نوبل في أي مجال علمي، عن أبحاث قام بها داخل الوطن العربي، في حين فعل ذلك 5 أو 6 من الإسرائيليين، وإسرائيل يعني موجودة من 50-60 سنة بس في منطقتنا العربية. إيه السبب؟ العلم يحتاج حرية، لا يحتاج مجلس استشاري ولا يحتاج مبادرة ولا يحتاج إنشاء. بس الصين ما عندهاش حرية وعندها علماء، وبقيت الاقتصاد الأول في العالم، يعني مش بالضرورة الحرية فقط. لا، حرية العلم نفسه مش الحرية السياسية. يعني أنا لا أتكلم عن الحرية المطلقة، في حرية علم. حرية العلم يعني إيه؟ يعني أنه أنت يبقى عندك مثلا موازنة بتاعتك، ده كان موجود في الجامعة المصرية، تبقى في نهاية ترحل السنة الجاية للجامعة نفسها، مش ترجع تاني، فتقدر أنت تبني خطتك العلمية على 5 سنين مثلا أو 10 سنين، مش أن أنت تقعد تملى ورق عشان تصرف بيه فلوس. حرية العلم أن أنت يبقى عندك مجال للبحوث، مش ان تجتمع اللجان النوعيه في اكاديميه البحث العلمي لوضع خطه بحثيه وتتوزع على الناس. حريه العلم ان انت ما تقولش انه انا عايز حاجات تخدم البيئه، كونك قلت تخدم البيئه خلاص عطلت العلم. مين اللي قال لك ان هو يخدم البيئه؟ ولا يعني كل الاختراعات جاءت بالصدفه. كل العلم جاء بالصدفه، والصدفه لا تاتي الا لمن يستحقها. طب وايه اللي يمنع الناس ان هي يعني حينما قامت الثوره الصناعيه في بريطانيا على سبيل المثال، هي قامت في الاساس على انه الناس اخترعت اشياء. يعني في البداية الناس بدأت تخترع، ولكن كان النظام يسمح لمن يخترع بأنه هو يملك كل اختراعه ويملك المنفعة ويملك الأرباح المتوقعة منه، والناس بدأت تخترع في كل المجالات ونشأت هكذا الثورة الصناعية. إيه اللي يمنع الناس في مصر أن هي تخترع وأن هي تبتكر وأن هي تعمل الحاجات دي؟ لأنه ما فيش حرية للعلم. أنه أنت القصة أنت بتحصر العلم بأنه يكون في مكان، فحرية العلم أنه ما يكونش في مكان. يعني اللي يخترع ده ما تقولوش انت معاك شهاده عشان تخترع. انت عندك منبر اعلامي عشان تقدم. هو حد اخترع حاجه وحد قال له لا؟ طبعا في كتير. زي ايه؟ في كتير، في حاجات كتير قوي. بس اثناء الكفته يعني والجهاز بتاع ما شوف، خلي بالك ده في الاختراع والاختراع الزائف من ضمن برضو الاسباب اللي بتعطل الاختراع، ان يبقى في اختراع زائف. يعني ان الاختراع الزائف ياخد فرصته في الاعلام، ده بيخلي الاختراع الحقيقي يتراجع. لانه انت بتاخد زي اي حاجه زائفه بتاخد مكان الحاجه الحقيقيه. ده من ضمن اسباب المحنه. لكن ردا على سؤالك، لانه سؤال ذكي جدا، انت كان عندك مثلا ابو قاسم الزهراوي اكبر مخترع طبي في العالم، ده عمل كل الالات، هو اللي اخترع كل الالات ورسمها، ده في رعايه امير، ده في رعايه دوله، ده في رعايه علماء قبل، ده في رعايه علماء، ده في ناس بتفخر بيه، ده في دين بيحثوا على ذلك. لكن انت اذا جيت مثلا الان يجي مخترع جاي له زياره لبره زي عبد الله عاصم يحارب فيها، يجي واحد انت تيجي تتباهى بيه زي حجي
وبعدين تطلعه وحش، يعني في نفس اليوم بعد ما تبقى الصبحيه كويس لما يعارضك يبقى وحش اخر النهار. ولذلك انا اذكر انه كتير في السبعينيات والثمانينيات في اثناء العزاءات او الحاجات المناسبات الاجتماعيه كنت الاقي حفاوه ناس بواحد، وانا لسه ما اقدرش اميز الناس من بعضهم، فاسال مين ده اللي بيحتفوا بيه، فلاقيه استاذ من الاساتذه اللي اتفصلوا من الجامعه بسبب اصرارهم على الحريه في سنه 54، فكانوا يعاملوا كالابطال في السرادقات والحفلات فلان لانه وقف وقال قوله حق. تمام. شوف ايضا معنا ايضا عبر الهاتف من القاهره دكتور سيف الدين عبد الفتاح استاذ العلوم السياسيه بجامعه القاهره، ودكتور سيف ايضا محلل للتحقيق في بسبب اراءه السياسيه. دكتور سيف، ليه ما فيش علماء، يعني في لماذا لم تنتج مصر علماء يفوزوا بجوائز عالميه يقدموا للبشريه اختراعات، مع ان العالم العربي والعالم الاسلامي حينما في فجر الحضاره الاسلاميه كان يرتبط الاسلام بالاختراعات في الحقيقه، بالانوفيشنز، بالابتكار والتجديد. انا يمكن شويه بتحفظ ان مصر لم تنتج علماء، مصر انتجت علماء ولكنهم قبلوا للاسف الشديد وهجروا عن عمد. كل هذه المسائل التي تتعلق بهجره العقول التي تمت بنوع متعمد في إطار استبداد مقيم وفساد عميم أدى إلى وجود هؤلاء خارج البلاد، وأدى إلى أن هؤلاء ينفدوا بجلودهم في هذا السياق. ومن ثم المسألة الحقيقية التي يجب أن نبحث فيها هو ثلاثية غاية في الأهمية: العلم والعلماء، بيئة العلم، خطاب علمي رصين. هذه الأركان التي تتعلق بالعلم لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تفصلني لرأي السياسي ثم تريدني كأستاذ علوم سياسية أدخل إلى قاعات الدرس حتى أحدث الأولاد عن الديمقراطية. لا يمكنني بأي حال من الأحوال أن أتحدث عن حرية التعبير وحرية التعبير الأكاديمية واستقلال الجامعة في خطر. تمام. لكن حضرتك بتقول أنه السبب هو الاستبداد المقيم والفساد العميم، يعني هل مصر والعالم العربي أكثر استبدادا سياسيا من الصين ومن كوريا الشمالية؟ كوريا الشمالية وحتى كوريا الجنوبية التي لم تتخلص إلا حديثا من الحكم العسكري، هل كنا أكثر استبدادا وفسادا من هؤلاء حتى تنتج كوريا الشمالية قنبلة نووية وتقف بمفردها أمام العالم، وتصبح الصين تقريبا الاقتصاد الأول في العالم وتغزو كل أسواق العالم، وكوريا الجنوبية يعني تنافس حتى أمريكا التي تحميها من كوريا الشمالية ومن غيرها، تنافسها في عقر دارها في صناعات التكنولوجيا وما شابه ذلك، هل كل هؤلاء كانوا أقل منا استبدادا وفسادا؟ لا، أنا أظن والله أعلم أنه في هذه الخبرات التي ذكرت هي أيضا تتمتع بما يمكن تسميته بارتفاع قيمة العلم والبحث لاعتقادها اعتقادا كاملا من أنها مؤشر من مؤشرات القوة. ومن ثم هي حينما تعالج ذلك من باب منفعي محض. وحينما تقوم بذلك إنما تقوم بذلك بتهيئة المناخ للبحث العلمي وتجعل منه الساحة التي يتنافس فيها هؤلاء. ولكن المسألة الحقيقية نحن لا نريد حتى عالم الصين. عالم الصين بهذا الذي يرسم له ويحرك بشكل آلي لا نريده. نريد العالم الإنسان، العالم الرسالي الذي يفهم في رسالته في العالم ويفهم رسالته العمرانية. أما هذا الذي يحدث فهو تخريب متعمد، خراب للعمران والكيان والإنسان. تجد كل السياسات تسير في هذا المقام. ثم بعد ذلك يتحدث عن صندوق سيقوم بالصرف على تعلم وابتكر ومش طيب. عارف التالتة ايه، تعلم وابتكر وفي حقيقة ويفكر لا منقلب ويفكر تعلم منقلب
ففي حقيقة الأمر هل يمكن أن أتعلم في بيئة هذه تصنع الاستبداد في إطار ساحات العلم وتؤدي إلى عقلية تلقين شديدة يرحب فيها الأستاذ تلاميذه إن اختلفوا معه؟ يعني أنا الحقيقة دكتور سيف عشان كده ضربت لك أمثلة استبدادية. يعني روسيا الاتحاد السوفيتي كان يحارب بالعالم، كان يقف ضد المعسكر الغربي كله، وكان يحكمه ستالين، وبينما كان يحكمه ستالين كان عنده قنبلة ذرية وصعد إلى الفضاء قبل أمريكا. فالاستبداد، يعني حضرتك ذكرت عنصر الاهتمام بالعلم، الاهتمام بالعلم وتقدير العلماء، ربما يكون هذا العنصر الذي يميز دولة عن أخرى في العلوم، لكن الاستبداد في حد ذاته لم يؤخر العلم ولا إيه؟ لا طبعا الاستبداد يؤخر العلم يقينا. وفي هذا الإطار كما قلت لك أن التعامل مع الإنسان أو مع العالم كآلة داخل المجتمع يستفاد منها في إطار المنفعة البراجماتية هو أمر جد خطير. وأقول لك أن هذا الأمر لن يصل بهذه العملية إلى طاقاتها الممتدة وتأثيراتها الحقيقية، حتى لو أنت ترصد الآن أشياء هنا أو هناك أن هذا تقدم اقتصادا أو كل شيء من هذه الأمور. فأنا أؤمن بأن العالم رسالة ومهنة ووظيفة ودور حقيقي يمكن أن يقوم به في إطار حمله لقيمة أساسية يعلمها لطلابه ويعلمها لزملائه. أرجو عليه أن يقوم بذلك. أرجو تبقى معي دكتور سيف. معنا أيضا عبر الأقمار الصناعية من واشنطن الدكتور نبيل ميخائيل. الولايات المتحدة لها نصيب الأسد في كل الجوائز العلمية، وأنا أتحدث عن بعيدا عن العلوم السياسية، وأنا أتحدث عن الاقتصاد، أتحدث عن الكيمياء، عن الفيزياء، عن الأحياء، كل هذه العلوم تقريبا العلماء الأمريكيين هم لهم نصيب الأسد فيها. إيه اللي أمريكا جعلها وهي دولة عمرها 200 سنة جعلها بهذه الطريقة متفوقة علميا على كل العالم تقريبا؟ ده في الحقيقة موضوع مهم جدا، وأشكر قناة الجزيرة على طرحه، لأنه أولا يعني لا يناقش كثيرا، ولما بيناقش بطريقة يعني مبتورة. أمريكا تفوقت لأنها أنشأت مؤسسات institutions. هذا ما ينقصنا في مصر، هذا ما ينقصنا في العالم العربي، ما عندناش مؤسسات علمية قوية. يعني لما دكتور زويل حاول يبتدي جامعة خاصة في مصر نشأت خلافات عن التمويل، عن امتلاك الكلية، الأطراف التجأوا إلى القضاء. يعني كان ممكن جدا المجهود ده يكرس لأهداف تانية بدل المنازعات اللي نشأت. ما فيش مؤسسات علمية، ما فيش جماعات فيها أقسام علمية قوية زي ما هو في أمريكا. عادة مثلا رئيس القسم بيبقى زي رئيس الجمهورية في بلده، هو اللي هيعين المعيدين، هو اللي هيجيب الأساتذة، هو اللي هيحدد المناهج. فما عندناش استقلالية العالم وأيضا قوة المؤسسة. الحاجة كمان في مصر يعني مقارنة بأمريكا، وهرجع على أمريكا تاني، إن ساعات العالم مثلا يلاقي اسمه في الجورنال تعيين، هو إن هو عين مستشار لرئيس الوزراء، مستشار لرئيس الجمهورية للشؤون العلمية، وهو ما كانش عارف الموضوع ده. ولو راح رئاسة الجمهورية أو رئاسة مجلس الوزراء مش هيلاقي مكتب، ومش هيعرف مين الموظفين اللي هيتعامل معاهم. فدي حاجة مهمة، المؤسسة مهمة جدا. طيب من حوالي 3-4 سنين المناخ السياسي، بعيدا عن المؤسسة مهمة، لكن المناخ السياسي أيضا إذا كان جو حرية أو جو قمع، جو فساد واستبداد أم جو شفافية ومؤسسات، هل ده بيفرق مع العالم؟ لأنه يعني اللي اخترع لهتلر أسلحته لم يكن يعيش في أزهى الديمقراطيات، الذي اخترع للروس علمهم وتقدمهم لم يكن يعيش أيضا في أزهى الحريات. طبعا لا شك في هذا، دي نقطة مهمة جدا وممكن تكون موضوع حديث منفرد. يعني ليه العلماء الألمان هاجروا من ألمانيا النازية؟ لأنهم خافوا أن هتلر يقيد حقوقهم الشخصية. العالم الكبير ألبرت أينشتاين في 2 أغسطس 1932 كتب للرئيس روزفلت، أو يمكن أبقى بعد كده شوية، بيقول له أن ألمانيا عاوزة تصنع
قنبلة نووية هتكشف أسرار الذرة، فمن الأفضل أن أمريكا تستحوذ على تلك التكنولوجيا. أي مناخ معادي للحريات هيضيع فرص علمية، هيقتل مواهب، هيأخر البشرية لفترة طويلة. يعني هنا في أمريكا أقسام الهندسة، أقسام الفيزياء، أقسام الكيمياء، البيولوجي، عدد كبير جدا من المهاجرين. يعني مثلا في كلية الأقسام الإلكترونية، دراسات الهندسة الإلكترونية في جامعة جورج واشنطن بترأسها مصرية، منى زغلول، دكتورة منى زغلول، وهي كانت أخذ الدكتوراه بتاعتها من كندا. معظم الأساتذة إما من الصين، إما من شرق أوروبا، إما من الاتحاد السوفيتي السابق، وبعضهم من مصر. أعتقد في أستاذ مصري طارق الغزولي. فالأمر الخاص برعاية موهبة زي فريق كورة، عايز أجيب اللاعب ده من ريال مدريد، من برشلونة عشان أكسب الدوري، خلاص أنا رئيس قسم، عاوز أجيب الطالب ده من بني سويف، عاوز أجيب الطالبة دي من المنيا، وأعمل فريق علمي في تمويل، في أهداف بحثية، في مراجعة، في فيدباك. ممكن جدا مصر سمع. تتقدم وبعد طيب. علشان كده العلماء المصريين ممكن يكونوا متميزين ويحصلوا على جوائز زي الدكتور أحمد زويل لما يوجدوا في مثل هذه البيئة. لعله لو كان فضل الدكتور زويل في مصر ما كانش قدر يعمل أبحاث، وما كانش استطاع أنه هو يعمل أبحاث. معنا أيضا من نيوجيرسي عبر الهاتف، من ولاية نيوجيرسي الأمريكية، عبد الله عاصم المعروف باسم المخترع الصغير، اللي هو راح أمريكا للمسابقة ثم فضل ألا يعود إلى مصر، وكان قد اعتقل في مصر فترة من الزمن. عبد الله عاصم أهلا وسهلا بك. أنت قررت ألا تعود إلى مصر، إيه الفرق اللي أنت لقيته في أمريكا ولم تجده في مصر؟ السلام عليكم. أولا عليكم السلام وسلام حضرتك. يعني طبعا هو زي ما كل الناس عارفه ان الفرق شاسع وكده، وحتى قبل ما اقول انا الفرق، يعني كان عايز اعلق على النقطه اللي بتتكلموا عليها. يعني هو حتى في الوقت الحالي يعني معلومه يعني مفيده، ان هو في اكثر من 30 عالم ذره عربي بيشتغلوا في امريكا في اماكن حساسه في الوقت الحالي. وبالاضافه ان دكتور احمد زويل اول ما حصل على جائزه نوبل حصل على منحة فردية ليه هو عشان يكمل في الأبحاث بتاعته، كانت بتتجاوز 12 مليون دولار. فهو ده هو أكيد يعني في أمريكا فيها مناخ جاذب بالنسبة لأي حد بيفكر إن هو يسيب بصمة في البشرية. فبالنسبة للفرق بتاعي، يعني أنا دلوقتي طالب في المدرسة الثانوية في آخر سنة في 12 جريد. فهو الفرق، اهم فرق بين التعليم في مصر والتعليم هنا، ان هو ما فيش يعني سنه معينه هي اللي بتحدد مستقبل الطالب زي الثانويه العامه في مصر. الثانويه العامه في امريكا ماشيه بنظام معين. هو في انا دلوقتي لو انا بدل دخلت المرحله الثانويه اللي هي 4 سنين مش 3 سنين زي مصر، انا المفروض اخلص عدد معين من المواد. لو في سنه معينه سقطت في ماده، انا بكمل السنه اللي بعدها وبعيد الماده دي وهكذا. طيب يعني حتى هذا النظام يعني يا عبد الله موجود في مصر في مدارس اجنبيه؟ يعني موجود النظام ده موجود في مصر وفي المدارس الامريكيه وفي العالم العربي ايضا، موجود في المدارس الامريكيه والمدارس الغيرها، المدارس الاجنبيه عموما. لكن انت ايه اللي لقيته هناك مش موجود في مصر؟ انت كواحد عايز يخترع وعايز يقدم حاجه. يعني هو الجزء الاهم، ان انا اقدر اي طالب يقدر يدخل المجال اللي هو عايز يدخله، يدخل الكليه اللي هو عايزها، سواء هندسه، في كليه تجاره، وهنا كل الكليات ماشيه في مستوى واحد. يعني الطب زي الهندسه، التجاره، بس لازم تجيب درجات معينه عشان تدخل كل هذه الكليات زي مصر برضو. يعني لازم تجيب درجات معينه علشان تدخل كليه الطب مثلا، مش هينفع تدخلها وانت جايب سي او جايب دي. لا بس هي لازم درجات معينه في الماده بتاعتها. يعني انا دلوقتي لو عايز ادخل كليه طب لازم اكون في البيولوجي او الاحياء ان انا اجيب فيها درجات عاليه. ده بس باقي المواد، باقي الدرجات مش بتاثر على الماده. طيب انت دلوقتي شغال على ايه يا عبد الله؟ انت شغال على ايه دلوقتي؟ انا دلوقتي يعني هو انا يعني بما ان انا لسه في الهاي سكول، لسه ما دخلتش الجامعه، فموضوع الريسيرش مش عليه تركيز كبير. بس هو في الوقت الحالي انا شغال في روبو، يعني شات بوت لتشخيص الامراض عن طريق، يعني هو عباره عن اسئله بتتسال لاي حد بيشتكي من مرض عنده، بيدخل على حاجه زي كمبيوتر بيشتغل بالذكاء الاصطناعي. ان هو بيساله مجموعه معينه من الاسئله وهو بيرد عليه باقرب تشخيص لحاله مرض.
طيب انت كان عندك كان عندك حاجه انت اشتغلت عليها في مصر، هل الامريكان مثلا تلقفوها ودعموها ولا قالوا لك لا لازم تكمل تعليمك الاول؟ هو في الوقت الحالي انا لازم عشان انا اطور بشكل علمي في قطع الاتصال بعبد الله، ربما نحاول ان نتصل به لاحقا، لكن نشوف ايضا المشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي ايه تعليقاتهم في يوم العلم. حسام. نعم زين. في يوم العلم الالاف من اساتذه الجامعات والطلاب داخل المعتقل. على هذا الوضع كتب كريم اشرف عن فساد المعايير. كريم بيقول لو دخلت سجون العالم مسابقه ثقافيه او علميه اكيد السجون المصريه هتفوز بالمركز الأول. أيضا تعليق آخر من فيسبوك مصر الليلة مع نادية بتقول تدعيم العلم وتضع كل العلماء وأساتذة وعلماء ومشايخ في السجون عن أي تدعيم يتكلم وأي علماء يكرمون اليوم، إحنا في زمن الجهل والعار من وجهة نظر نادية. أيضا تعليق آخر من حساب أبو مصطفى يقول هو يقصد علم الكفتة بتاع عبد العاطي، ده أبو مصطفى. أيضا تعليق آخر من نرمين بتضيف بتقول أكيد يقصد العلماء التي تتخذ مبدأ لا أسمع ولا أرى ولا أتكلم وبتقول له أمين في أي حاجة بيعملها أو بيقولها. أيضا أحمد حماد هي مصر فيها علماء وكمان بياخدوا جوائز، ده احنا ما عندناش تعليم من الأساس. ننتقل إلى تويتر، نبدأ بحساب ساينينج بيقول لماذا لم يكرم عبد العاطي الذي أبكى السيسي عندما أعلن عن اختراع كفتة الإيدز. دي تغريدة من حساب ساينينج. الأستاذ بيقول السجون لا تقبل أقل من 90%، إذن العلم داخل السجون من وجهة نظر حساب الأستاذ. أيضا حساب حسام لما تلاقي عدد العلماء في السجون أكبر من عدد المجرمين تبقى أنت أكيد في مصر. تغريدة أخرى من حساب نور اللي يصدق أن في كرة أرضية تحت الأرض سوف يصدق أن السيسي راعي العلم والعلماء مع الانقلاب، العلم لا يكيل إلا بالبتنجان. أيضا تغريدة أخيرة في الواقع مع أحمد عزت، العلماء اللي قاعدين قدام السيسي في احتفال البحث العلمي بيسقفوا له، ده لو سعيد صالح كان عايش كان قال له أنا عايز جملة مفيدة بطبع الاقتباس من مسرحية إيه؟ مدرسة المشاغبين. مدرسة المشاغبين ده حقيقي. شكرا جزيلا. ولعل المشاهدين كانوا يشيروا إلى عدد المعتقلين من أساتذة الجامعة في السجون، وفي تقرير لمؤسسة الكرامة بيتحدث عن ذلك أنه أعضاء هيئة التدريس اللي قتلوا 8 أفراد منهم 3 من جامعة الأزهر آخرهم الدكتور طارق الغندور، الموقفين عن العمل 42 عضو بينهم 10 في جامعة القاهرة، وأعضاء هيئة التدريس المفصولين نهائيا عن العمل 17 عضو، وأعضاء هيئة التدريس المعتقلين 161 منهم الدكتور عبد الله شحاتة ده آخر واحد أستاذ الاقتصاد والخبير السابق في صندوق النقد الدولي، زائد أنه في 20 خدوا إخلاء سبيل و25 مطاردين. أعود إلى ضيفي في الاستوديو الدكتور محمد الجوادي. يعني في بعض الناس بيحاولوا يخلقوا تبريرات للتخلف المصاب به الأمة الإسلامية، ويعني يحلو للبعض أن يعيد ذلك إلى ثقافتها، أنه الدين الإسلامي لا يحض على العلم، وأن الثقافة الإسلامية بتخلي الناس ترضى بقليله وترضى بالمقسوم وترضى بالموجود، وما فيش داعي بقى أن أنت تجتهد لأنه كله مقسوم يعني وكده. لكن ده يتناقض، أنا شفت في بريطانيا مثلا مؤتمر أو معرض عن 1000 اختراع في اتعمل في اللي هو المتحف العلمي في بريطانيا عن 1000 اختراع، واختراع قدمهم العالم الإسلامي للعالم، قدمه المسلمون للعالم. الحقيقة الناس لما بنقول لها الكلام ده ما بيصدقوش، يعني لما تقول للناس دلوقتي أن المسلمين كانوا هم اللي بيخترعوا في العالم وبيقدموا للعالم اختراعات جديدة كل يوم، وهم اللي كانوا زي أمريكا دلوقتي يعني زي منطقة جاذبة للعلم، ما حدش بيصدق. تقول للناس إيه؟ يعني عايزين نفكر الناس بتاريخها وبماضيها في مجال العلوم. يعني أنا يكفي إن أنا أقول لك 3 أمثلة. المثل الأولاني إنه لم يعرف التاريخ عصرا كعصر المأمون الذي كان يزن الكتب بالذهب ويعطي من يترجمها بالذهب. طبعا المأمون ابن هارون الرشيد اللي عمل بيت الحكمة ودار الحكمة. في ظل الطب مثلا اول مستشفى عملها تقريبا في اول مستشفى هارون. كبير المستشفيات في الاسلام مرت ب3 مراحل. اول مستشفى في العالم هو المستشفى الميداني اللي عمله النبي صلى الله عليه وسلم في غزوه الاحزاب. اول مستشفى عمله الوليد سنه 88 هجريه.
أول مستشفى كبير بقى يعني مستشفى الوليد ده كان مستشفى يؤجر فيه الأطباء من الحكومة. يعني أول مستشفى يصرف على الأطباء من الحكومة. ده عمل الوليد مع عبد الملك سنة 88 هجرية قبل أن ينقضي قرن من الزمان. في أول بقى مستشفى كبير ضخم كده هارون الرشيد. أول مستشفى مناظر لمستشفى الوليد هو هوتيل دي اللي في باريس اللي جنب نوتردام. دي أول مستشفى في أوروبا بعد الوليد بثمان قرون. الطب نفسه لم يصبح علما إلا على يد المسلمين. يعني قبل كده كان خبرة إكلينيكية غير مصاغة بطريقة علمية. العلم يشمل حاجات كتير يعني يشمل التفكير والتدوين والنقل. المثل الثاني اللي أنا عايز أقوله لحضرتك إنه ظلت الحضارة الإنسانية حاجة واحدة لكن لها مراحل التفوق. تبتدي باليونانية الرومانية الإسلامية وفيها مراحل توازي. فلم يوجد على تاريخ الإنسانية على قرون الإنسانية على في تاريخ العلم بقى لما يجي مؤلف عظيم زي سارتون والناس اللي أرخوا للعلم كله إن تجد فترة استغرقت بإنجاز دولة معينة أو بدين معين أدى الفترة التي استغرقها الإسلام بدينه واختراعاته وفنه وعلمه. الجزئية الثالثة اللي لازم أقولها بسرعة لأنه اللي يتكلموا كلهم أساتذة علوم سياسية وكده ودي علم اللي هو العلم بمعناه العلم في العلوم البحث العلمي في العلوم مش البحث العلمي على وجهه اللي هو زي مثلا. فأنا لازم أقولها هناك فرق يا أستاذ زين بين العلم والمنتج العلمي. يعني انت حتى الوقت تستطيع ان انت تجيب اي دوله متخلفه خالص ومنفصله عن العلاقه تلاقي فيها منتج علمي تقدر تعمل فيها منتج علمي. لكن العلم نفسه اللي هو يعمل هذا مش هو ده هو ولذلك انت مثلا تقدر الوقت تعمل دوله مثلا سكسونيا على وزن سكسونيا وتقدر تعمل من سكسونيا دي منتج زي قنبله نوويه ولكن ينتهي علاقتها بالعلم بهذا المنتج العظيم لكن ما عندهاش البيئه العلميه. حتى هذه اللحظة وحتى في التخلف اللي احنا فيه عندنا البيئة العلمية اللي في الأزهر هي اللي بتخلي شباب الأزهر اللي بيبصوا في مكتبة الأزهر وفي تراث الأزهر يعرفوا ان العلم يعني الحرية ويعني لا للاستبدال ويخرجهم ويضحوا بنفسهم في مقابل شيخهم اللي بيتآمر مع الانقلاب. أشكرك شكرا جزيلا الدكتور محمد الجوادي المفكر والمؤرخ. أشكرك شكرا جزيلا. أشكر ضيفي عبر الأقمار الصناعية من العاصمة الأمريكية واشنطن دكتور نبيل ميخائيل أستاذ العلوم السياسية بجامعة جورج واشنطن وعبر الهاتف من نيوجيرسي عبد الله عاصم المخترع الصغير وعبر الهاتف من القاهرة دكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة. وما زلنا معكم في مصر الليلة وفي البرنامج بعد الفاصل. 27 عاما منذ تأسيس حركة المقاومة الإسلامية حماس، فماذا قدمت للقضية الفلسطينية وكيف تطورت علاقاتها بالأنظمة المصرية المتعاقبة؟ ما هي الدوافع الكامنة وراء تزايد معدلات الإلحاد بين الشباب؟ وما الذي تتحمله المؤسسة الدينية الرسمية وجماعات الإسلام السياسي عن انتشار هذه الظاهرة؟ وكيف تناول الفقه الإسلامي قضية حرية المعتقد؟ وهل هي مطلقة أم مقيدة؟ سياسة في دين اليوم في 11:10 مساءً بتوقيت القاهرة. سيتوقف بث قناة الجزيرة مباشر مصر على قمر عربسات بدر 4 وبدر 5. إذا كنت في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والمناطق المحيطة بها اضبط جهاز الاستقبال على القمر سهيلسات لتجنب انقطاع الخدمة. لمزيد من المعلومات يمكنكم زيارة موقعنا sat.aljazeera.net. أهلا بكم. تعود نشأة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس في جذورها إلى بداية القرن العشرين وتشكل امتدادا لجماعة الإخوان المسلمين. واستخدمت الحركة أسماء عدة للتعبير عن المواقف السياسية تجاه القضية الفلسطينية منها المرابطون على أرض الإسراء وحركة الكفاح الإسلامي وغيرها قبل اعتماد اسمها الحالي حركة المقاومة الإسلامية حماس. أعلن عن تأسيس حماس على لسان الشيخ أحمد ياسين
بعد حادث الشاحنة الإسرائيلية في 6 ديسمبر 87 ووزعت الحركة بيانها التأسيسية في 15 ديسمبر مع بدايات الانتفاضة الفلسطينية الأولى من 97 ل 93 ثم صدر ميثاق الحركة في أغسطس 88 ومرت علاقة مصر بحركة المقاومة الإسلامية بحماس بمراحل متتالية منذ نشأة الحركة وتأثرت تلك العلاقة بطبيعة النظام القائم في القاهرة من ناحية ومواقف حركة حماس الدولية والإقليمية من ناحية أخرى إلا أنها تراجعت بعد الانقلاب العسكري. حركة المقاومة الإسلامية المعروفة باسم حماس أسسها الشيخ أحمد ياسين مع بعض عناصر الإخوان المسلمين العاملين بالساحة الفلسطينية مثل الدكتور عبد العزيز الرنتيسي والدكتور محمود الزهار وغيرهما. الإعلان الأول لحركة حماس كان عام 1987، لكن وجودها تحت مسميات أخرى بفلسطين يرجع إلى ما قبل عام 1948، حيث تعتبر نفسها امتداداً لجماعة الإخوان المسلمين التي تأسست بمصر عام 1928. وقبل إعلان الحركة عن نفسها عام 1987 كانت تعمل على الساحة الفلسطينية تحت اسم المرابطون على أرض الإسراء وحركة الكفاح الإسلامي. لا تؤمن حماس بأي حق لليهود في فلسطين ولا تمانع في القبول مؤقتا وعلى سبيل الهدنة بحدود عام 1967، ولكن دون الاعتراف لليهود الوافدين بأي حق لهم في فلسطين التاريخية. وتعتبر صراعها مع الاحتلال الإسرائيلي صراع وجود وليس صراع حدود، وتنظر إلى إسرائيل على أنها جزء من مشروع استعماري غربي صهيوني، كما تعتقد حماس بخطأ المسيرة السلمية، وتعتبر اتفاق أوسلو عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل ومن قبل خطابات الاعتراف المتبادل ثم تغيير ميثاق المنظمة وحذف الجمل والعبارات الداعية إلى القضاء على دولة إسرائيل تفريطاً واعترافاً لإسرائيل بحقها في الوجود داخل فلسطين، لذا وجبت مقاومته. العمل العسكري لدى حماس يمثل توجهاً استراتيجياً كما تقول لمواجهة المشروع الصهيوني في ظل غياب المشروع التحرري العربي والإسلامي الشامل. وتعتبر حماس أنها ليست على خلاف مع اليهود لأنهم مخالفون لها في العقيدة، ولكنها على خلاف معهم لأنهم يحتلون فلسطين. نفذت حماس العديد من العمليات العسكرية عن طريق جناحها العسكري المسمى كتائب عز الدين القسام، وأثارت عملياتها الفدائية جدلاً دولياً انعكس على الداخل الفلسطيني. وضعت الولايات المتحدة الأمريكية حماس على قائمتها للإرهاب، معتبرة المقاومة الوطنية التي تقوم بها داخل فلسطين ضد الاحتلال الإسرائيلي عملاً إرهابياً. حماس فازت في انتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني عام 2006 بأغلبية كبيرة، وأقصد بهذا الفوز حركة فتح عن تصدر المشهد الفلسطيني لعقود طويلة. إثر هذا الفوز واجهت الحركة ولا تزال ضغوطا داخلية وخارجية لإفشالها، واندلعت بينها وبين حركة فتح صراعات دموية انتهت بسيطرة حماس على قطاع غزة. هذه الضغوط التي مورست على حماس تكررت في مصر مع اختلاف التفاصيل والوسائل، وأطاح العسكر بأول رئيس منتخب. وكما اعتبر الإخوان جماعة إرهابية جاء دور حماس تماما كما في إسرائيل والولايات المتحدة. ولمناقشة هذا الموضوع رحب بضيفي في استوديو مصر الليلة الدكتور عصام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية، أهلا وسهلا بحضرتك. كما ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية من مدينة غزة الفلسطينية رضوان الأخرس الباحث والكاتب السياسي الفلسطيني، أهلا وسهلا بك أستاذ رضوان. هذه الذكرى 27 لتأسيس حركة المقاومة الإسلامية حماس، هل حماس اليوم مختلفة عن حماس التي تأسست في 87؟ بطبيعة الحال حماس تغيرت التغير الطبيعي والنمو الطبيعي الذي تسير فيه أي حركات تحرر وطني وأي أحزاب سياسية. حماس انتقلت من الحجر حتى وصلت الآن إلى الصاروخ، بدأت مع أو انطلقت مع انطلاق الانتفاضة الفلسطينية الأولى بالحجر وبالمقلاع وبالسكين، وأخيرا في خلال العدوان الإسرائيلي الأخير
ظهرت حماس بصواريخها البعيدة المدى R-160. هل هذا تغير G-80 في الأفكار أم تغير في الوسائل؟ هذا تغير في الوسائل، أما بطبيعة الحال أفكارها كما هي ومؤسساتها، بل ازدادت قوة ونموا وأصالة. الاحتلال أيضا راهن على أنه حماس من الممكن أن تتغير، إلا أن نهج حماس المتمسك بالمقاومة نلمسه حتى الآن، وليس أقل من ذلك دليل ما عايشناه في الحرب الأخيرة. حماس لا تؤمن بحق اليهود في فلسطين، وتؤمن بفلسطين من البحر إلى النهر، من البحر المتوسط إلى نهر الأردن كحدود طبيعية لفلسطين التاريخية. هل هنالك فلسطيني في الواقع يؤمن بحق اليهود في فلسطين؟ إطلاقا، ومن خلال ما ألمسه ومن خلال الناس الذين نعيش معهم، لا يوجد إنسان من الممكن أن يتخلى ولو عن شبر واحد من أرضه. إنما أكره الشعب الفلسطيني على الهجرة وطرد من بلده تحت النيران وتحت حد السيف، ولم يكن مخيرا في ذلك. وما يتم من تسوية وغيرها من حلول سلمية لو عرضت على الشعب الفلسطيني ستكون نتيجتها الرفض بالمطلق، وهذا ما لا تجرؤ عليه القيادة الفلسطينية هذه الأيام. أرجو تبقى معي سيد رضوان الأخرس، أرجو تبقى معي. أعود إلى ضيفي في الاستوديو الدكتور عصام عبد الشافي، أستاذ العلوم السياسية والبحث السياسي. الدكتور عصام أهلا بك مرة تانية. الحقيقة أنه احنا يعني لما شوفنا دلوقتي حماس ومعها الار بي جي ومعها الصواريخ، مش ده كان تاريخ اصلا لكل الحركات الفلسطينيه؟ الم تكن فتح كحماس الان؟ الم تكن الجبهه الشعبيه والجبهه الديمقراطيه كحماس الان؟ حتى مجموعه ابو نضال وان كانت قد اخذت القضيه الفلسطينيه الى ابعاد اكثر وربما توصف بالارهابيه لانها ذهبت الى الاولمبياد واحتجت مجموعه من الرياضيين الاسرائيليين، اليست حماس التي ترفع الصاروخ الآن هي امتداد للحركة الوطنية الفلسطينية التي رفعت كل ما في يدها ضد الاحتلال الإسرائيلي منذ 48 وحتى هذه اللحظة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. هي حماس تشكل إفرازا طبيعيا لحركات المقاومة الفلسطينية ضد المحتل الصهيوني، هذا طبيعي، ولكن الفارق بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وغيرها من حركات مقاومة هو البعد الديني أو البعد الأيديولوجي الحاكم لتوجهاتها الاستراتيجية. عندما نتحدث عن أي تغير استراتيجي في تطور حركة تأسست سنة 87 ولمدة 27 عام الآن، نحن نتحدث عن مجموعة من المحاور الأساسية التي تقيس عليها التغيير. المحور الأول هو التوجهات الاستراتيجية. قبل التوجهات تأتي الرؤية أو المرجعية. المرجعية الدينية أعتقد أنها يمكن أن تشكل صمام أمان لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، لأنها يمكن أن تحول بينها وبين التفكير في أي مفاوضات أو أي تسويات على حساب الأرض أو على حساب الدين في مع الطرف الإسرائيلي. لماذا؟ لأن البعد عندما يكون المكون العقيدي هو أساس الهوية وأساس الانتماء وأساس المرجعية الفكرية لحركة المقاومة الفلسطينية حماس، فأن ينقل الصراع نقلة نوعية، بمعنى لا يصبح الصراع صراعا حدوديا على الأرض أو على اللاجئين أو هو يعني بيؤمنوا لا يؤمنوا بحدود 67، لا يؤمنوا بأي شيء. أنا سأدهشك، أنا أعرف فلسطينيين قد يكونوا لا يؤمنون أصلا بالأديان، نعم، لكن لا يؤمن أيضا بحق إسرائيل في أراضيها، ولا يؤمن أيضا بأنه فلسطين هي التقسيم، ليؤمن بأن فلسطين هي كل فلسطين وأنه لا حق للإسرائيليين أو اليهود أو الصهاينة في هذه الأرض مطلقة، وهم لا يؤمنون بأي دين. الفرق بين من لا يؤمن ليست له مرجعية فكرية حاكمة للصراع تحدد طبيعة الصراع، وبين من لديه استعداد للقبول بأي تسويات حتى يضمن البقاء والاستمرار ولو بشكل مؤقت. حركة التحرير الفلسطينية فتح عندما تأسست في بدايتها كانت ترفض الاعتراف بشكل مطلق، وكانت هناك تاريخها يمتد إلى حركات المقاومة الفلسطينية وحركات الكفاح الفلسطيني ضد الكيان الإسرائيلي وضد العصابات الصهيونية من سنة 1917 وليس من 1947 فقط. ولكن حدث تغير في التوجه، تغير في الرؤية، تغير في البرامج مع اختفاء القيادات التاريخية لحركة التحرير الفلسطينية. ظهر من ينادي الآن، من يتنازل حتى لو لم يطلب منه التنازل. هذا خلاف لطبيعة الصراع الموجود بين حركة المقاومة الفلسطينية حماس وغيرها من حركات، بمعنى أن المكون الديني يمكن أن يؤدي إلى
اختلاف مفهومهم للصراع. هناك صراعا، حركة المقاومة تنظر لهذا الصراع على أنه صراعا وجوديا وليس صراعا سياسيا مرتبط بحدود الأرض أو مرتبط بقضايا اللاجئين أو مرتبط حتى بالقدس، مدينة القدس أو غيرها من رموز، ولكن صراعا وجوديا بمعنى لا بقاء للكيان الصهيوني المحتل في على هذه الأرض، لأنها تعتبر في وجهة نظرهم الشخصية أو منطلقاتهم الفكرية أو معتقدهم الديني أو رؤيتهم الحاكمة هو القضاء على هذا الكيان المغتصب. شوف أيضا مشاهدين عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعليقاتهم عن مرور 27 سنة على تأسيس حركة حماس. حسام يحيى. نعم زين. عدد كبير من مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي قاموا بتغيير الصور المعبرة عنهم على حساباتهم الشخصية إلى شعارات حركة حماس، بالإضافة أيضا إلى وجود عدة صفحات إلكترونية تحتفل بالذكرى 27 لانطلاق حركة المقاومة الإسلامية حماس. ونذهب الآن إلى استعراض ما وصلنا عبر هاشتاج مصر أندرسكور الليلة. نبدأ مع حساب مناع بيقول: حماس خط الدفاع الأول لكل العرب، أما في عهد الانقلاب أصبحت إرهابية، دي شغلانة الانقلاب، هي قلب الحقائق. إذن من وجهة نظر مناع ده عمل الانقلاب. أسماء بتضيف: علاقة متوترة يتخللها مشاحنات، ممكن نختصرها بعلاقة ضراير من وجهة نظر أسماء. أيضا محمد: مفيش مستقبل للعلاقات لأن النظام الحالي في مصر ما عندوش مستقبل، ده ميت إكلينيكيا أصلا من وجهة نظر محمد، ومش منتظر منه يعمل علاقات. أما مصطفى عنده وجهة نظر أخرى بيقول: حماس على أرضها وضد الإسرائيليين تبقى مقاومة وكلنا معاها، لكن غير مسموح ليها بالتدخل في شؤون مصر، ولو دخلت أرضنا أو تدخلت في شؤوننا تبقى عدو من وجهة نظر مصطفى. محمد بيقول: مصر لا تتعامل إلا مع دول وليس حركات، فمش مطلوب منها تتعامل مع حماس من الأساس من وجهة نظر محمد. وننتقل إلى تويتر، نبدأ بحساب مجدي: مستقبل مشرق، مصر السيسي جعلت من حماس عدوة وإرهابية، أما إسرائيل صديقة وفية. أيضا تغريدة أخرى من حساب عبير: لا مستقبل لمصر وشعبها أصلا مع السيسي، إزاي هيكون هناك مستقبل لمصر مع حماس؟ دي وجهة نظر. أما مسلمة بتقول: لو رضيت السلطة عن حماس فالإعلام قادر بكرة أنه يحولها من إرهابية لحمل وديع. أيضا التغريدة الأخيرة من حساب صابر بيقول: بعد أن فازت حماس بالانتخابات لم يقبل بها أهل الديمقراطية المزعومة، فأرادوا إسقاطها بثلاث حروب وحصار مستمر حتى اللحظة، لكن الله أراد لها الفوز والنصر. شكرا جزيلا حسام يحيى. أعود إلى ضيفي عبر الأقمار الصناعية من غزة رضوان الأخرس، الباحث والكاتب السياسي. علاقة حماس بالأنظمة المصرية مرت بمراحل متعددة، هل هي الآن في أحسن حالاتها؟ طبعا هو سؤال استنكاري يعني مش حقيقي، هل هي في أحسن حالاتها أم كانت هنالك حالات أفضل من ذلك؟ هي بالعكس حاليا ربما تكون في أسوأ حالاتها للأسف، وخلال العهود السابقة خصوصا في عهد الرئيس مرسي كانت الأوضاع أفضل بكثير، انعكست الأوضاع بالسلب على غزة وعلى أحوالها المعيشية منذ أن أطيح بالرئيس مرسي، والأوضاع بشكل عام كانت في السابق أفضل، حتى في عهد مبارك كانت أفضل مما تعيشه غزة في هذه الأيام، وهذا للأسف واقع الحال. شكرا جزيلا رضوان الأخرس الباحث والكاتب السياسي، كان معنا عبر الأقمار الصناعية من غزة. دكتور عصام عبد الشافي، ياسر عرفات حينما وقع أوسلو وقعها بعد انتفاضة فلسطينية كانت حماس في المقدمة منها، وفتح أيضا كانت تشارك فيها بشكل أساسي، واستفاد ياسر عرفات من حماس ومن حركات المقاومة داخل فلسطين ووقع أوسلو وحصر من الإسرائيليين على شيء لم يكن يتصوره أحد. النظام المصري كيف يتعامل مع حماس؟ هل يتعامل معها على أنها عدو ولا أنها ورقة يمكن أن يستفيد منها في علاقاته مع إسرائيل؟ طبيعة العلاقة بين النظام السياسي المصري الآن بعد الانقلاب العسكري في 3 يوليو 2013 ليست رهنا بإرادة النظام المصري وتوجهات السياسية، ولكنها رهن بالمنظومة الإقليمية والدولية الحاكمة لطبيعة التطورات في المنطقة، بمعنى أنه هذا النظام جاء في 3 يوليو كأداة من أدوات السياسة الخارجية الأمريكية، يتم دعمه عبر عدد من القوى الإقليمية الداعمة للانقلاب العسكري، ومنذ أن أصبحت جماعة الإخوان المسلمين هي الهدف الرئيس للقوى الدولية وعدد من القوى الإقليمية وقامت ضدها الانقلاب العسكري في 3 يوليو في إطار الربط بين
حركة المقاومة الفلسطينية حماس من ناحية والإخوان المسلمين من ناحية، أصبحت حماس في القلب من الأهداف التي تسعى هذه الدول إلى إسقاطها، لدرجة أننا نسمع بمنتهى التبجح زي رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو يقول أن هناك ظهيرا إقليميا عربيا داعما لنا في حربنا الأخيرة ضد حركة المقاومة الفلسطينية حماس. إشكالية مهمة جدا لا بد أن نفرق بينها أو نفرق بشكل واضح وحاسم بين مفهوم الدفاع حق الدفاع الشرع النفس الذي أقرته الأمم المتحدة في ميثاقها ومفهوم حركات التحرر الوطني التي أصبحت طرفا فاعلا من أهم أطراف وفواعل العلاقات الدولية، وبين القائمة المزعومة للولايات المتحدة الأمريكية التي تعتبر حركة المقاومة الفلسطينية حماس حركة إرهابية. هذه التصنيفات الأمريكية وغيرها من تصنيفات غربية الهدف الرئيسي فقط منها هو تأمين إسرائيل على حساب كل المقدسات حتى على حساب الحقوق المشروعة في الأراضي الفلسطينية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور أسلام عبد الشافي أستاذ العلوم السياسية، وما زلنا معكم في مصر الليلة وفي البرنامج بعد الفاصل. بلاغ يطالب بمحاكمة مبارك وأحمد نظيف في قضية السجون السرية بعد تقرير الشيوخ الأمريكي عن فتح المعتقلات المصرية للقيام بحالات احتجاز وتعذيب نيابة عن الولايات المتحدة. إن هذه المبادرة سيتم تطبيقها من خلال 3 مراحل قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى. في يوم العلم السيسي يطلق مبادرة لبناء مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر، وتقرير حقوقي يرصد قتل 8 من الأساتذة واعتقال 161 منذ الانقلاب. 27 عاما منذ تأسيس حركة المقاومة الإسلامية حماس، فما الذي قدمته للقضية الفلسطينية وكيف تطورت علاقتها بالأنظمة المصرية المتعاقبة؟ بلاغ يطالب بمحاكمة مبارك ونظيف في قضية السجون السرية بعد تقرير الشيوخ الأمريكية عن فتح المعتقلات المصرية لتعذيب السجناء نيابة عن أمريكا. الكاف يهدد اتحاد الكرة المصري بالاستبعاد من تصفيات مونديال روسيا حال تكرار انتهاكه لاتفاقيات البث التلفزيوني، وخلاف بين مسبيرو والجبلاية حول من يتحمل غرامة إذاعة مباراة غانا. نرحب بكم من جديد في مصر الليلة في القسم الثاني من البرنامج، ورحب أيضا بزملائي في التقديم حسام يحيى في مواقع التواصل الاجتماعي. حسام أهلا بك. أهلا زين. وسارة رأفت تقرأ موجز الأخبار. أهلا سارة. أهلا زين وأهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى موجز لآخر الأخبار. حال النائب العام 439 من رافضي الانقلاب في المنيا والبحيرة إلى القضاء العسكري وفقا لقانون حماية المنشآت العامة. فأحال المحامي العام للنيابة دمنهور 300 شخص إلى النيابة العسكرية بتهمة حرق مبنى ديوان عام محافظة البحيرة عقب فضعة الصمي رابعة والنهضة، بينما أحال النائب العام 139 آخرين إلى القضاء العسكري بتهمة حرق مركز شرطة أبو قرقاص بالمنيا، على الرغم من وقوع تلك الأحداث قبل صدور قانون حماية المنشآت العامة الذي أصدره السيسي أكتوبر الماضي، ويكلف القوات المسلحة بحماية المنشآت العامة مع الشرطة لمدة 2 عامين مع اعتبارها مناطق عسكرية وإخضاع الجرائم المرتكبة بتخريبها للقضاء العسكري. طلب الدكتور الصلاح سلطان هيئة محكمة جنايات القاهرة الإفراج عن نجله محمد لمروره بظروف صحية صعبة بسبب إضرابه عن الطعام. وخلال نظر القضية المعروفة باسم غرفة رابعة قال السلطان إنه مستعد لأن يقضي هو أي عقوبة سجن يحكم بها على نجله. ابني يموت في يوم الرابع، وأنا أسأل الله عز وجل ألا تأخذوا مسؤوليته أمام الله في رب ابني في داخل السجن. أرجوكم بالله عز وجل ليس عندي شيء إلا رب هذا القرآن العظيم أرجوكم به، أنا وصل بي الأمر، أعطني الأحكام رغم أن الله أشهد أني بريء من كل ما لفظ
عدد المنتحرين خلال 24 ساعة الماضية إلى 5 حالات، حيث شهدت محافظة أسيوط 3 حالات انتحار لرجل وفتاتين، بينما انتحر شخصان آخران هما عامل وسيدة في محافظتي دمياط والإسكندرية. منعت سلطات مطار القاهرة ميشيل دان الباحثة الأولى في برنامج كارنيجي للشرق الأوسط منعتها من دخول مصر ورحلتها إلى ألمانيا. وقالت دان وهي دبلوماسية أمريكية سابقة إنها كانت في طريقها إلى القاهرة لحضور مؤتمر تنظمه جهات مؤيدة للنظام المصري، لكن تم منعها من دخول مصر. ونقلت تقارير الصحفية عن مصادر بالمطار أن اسم ميشيل دان موجود على قوائم الممنوعين من الدخول تنفيذا لقرار من جهاز الأمن الوطني. أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي الفائز بأول انتخابات عقب الانقلاب، أعلن عن إطلاق المبادرة القومية لبناء مجتمع مصري يتعلم ويفكر ويبتكر. وخلال كلمته بافتتاحية عيد العمال قال السيسي إنه برغم التحديات التي تواجهها مصر إلا أن البلاد تسير على الطريق الصحيح، وطلب بمضاعفة مخصصات صندوق تحيا مصر للمساهمة في تطوير البحث العلمي. كان هذا كل ما لدينا حتى الساعة من أخبار. الآن عودة مجددا للزميل زين العابدين. إليك زين. شكرا جزيلا سارة، وأتحول أيضا إلى الزميل حسام يحيى في محطة التواصل الاجتماعي. حسام. نعم زين. مرحبا مشاهدينا، بإمكانكم المشاركة معنا عبر كتاب التعليق على النافذة الرئيسية للقناة على الإنترنت، بالإضافة أيضا إلى كتاب التعليق أو تغريدة مسبوقة بهاشتاج مصر أندرسكور الليلة، بالإضافة أيضا أنه بإمكانكم متابعة ما يحدث في كواليس مصر الليلة وباقي البرامج عبر صفحتنا على إنستغرام. ونستعرض الآن ما تبقى في مصر الليلة. تقديم بلاغات تدين نظام مبارك، ونضيف أيضا في وقائع تعذيب سجناء مصريين بأوامر أمريكية. هل تتم مقاضاة مبارك وقيادات نظامه جنائيا على تلك الاتهامات؟ أما القضية الرابعة، اتحاد القرى المصري يتلقى تحذيرا شديد اللهجة من الكاف باستبعاد مصر من المشاركة في تصفيات كأس العالم القادمة في حال تكرار إذاعة تلك المباريات على التلفزيون المصري. ننتظر منكم إثراء النقاش والبحث عن إجابات لطرحها على ضيوفنا. عودة إليك زين. شكرا جزيلا حسام يحيى. وكأنه لم يكن كافيا أن يقتل خالد سعيد ويتهم بأنه مات بسبب لفافة بانجو، ويعذب السيد بلال حتى يلفظ أنفاسه الأخيرة، وتهان رجولة وكرامة عماد الكبير، ويقتل كمال السنانيري وعبد الحارث مدني أثناء وصلة تعذيب في المعتقل. تبرعت ماكينة التعذيب والقمع في مصر أن تسدي خدماتها للغير وتصبح وكيلا للمخابرات الأمريكية في تعذيب وسحق المعتقلين، وهذا ما كشف عنه تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي الصدر مؤخرا، والذي أثبت تورط مصر مبارك في تعذيب العشرات من المعتقلين للحصول منهم على اعترافات لصالح المخابرات الأمريكية. الجديد والطريف في الوقت ذاته أن أحد المحامين المحسوبين على النظام تقدم ببلاغ للنائب العام يطلب فيه التحقيق مع مبارك ورئيس وزراء الأسبق أحمد نظيف بتهمة تعذيب المعتقلين نيابة عن CIA. فهل سيتم التحقيق فعلا مع مبارك بهذه التهمة أم أنه مجرد بلاغ للفرقاعة الإعلامية؟ وما هي الخدمات التي حصل عليها مبارك ونظامه نظير تعذيب المعتقلين لصالح أمريكا؟ وهل من الممكن أن يحاكم مبارك ورجاله دوليا على هذه الجريمة؟ بلاغ لنيابة أمن الدولة ضد الرئيس المخلوع حسني مبارك ورئيس وزرائه السابق أحمد نظيف للتحقيق في الوقائع التي كشف عنها تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي عن التعذيب الممنهج الذي ارتكبته وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية. التقرير الذي نشر ملخصه قبل أيام كشف عن قيام جهاز CIA بإرسال المشتبه فيهم إلى مصر ودول عربية أخرى ليتم تعذيبهم والتحقيق معهم. هل تمثل هذه المعلومات مفاجأة؟ ربما تكمن أهمية التقرير في اعتراف الولايات المتحدة، لكن الحقيقة أن معلومات مماثلة تم نشرها مسبقا، مثل التقرير الذي نشرته مؤسسة أوبن سوسايتي العام الماضي تحت عنوان عولمة التعذيب. التقرير ذكر أن الاستخبارات الأمريكية بدأت في إرسال المعتقلين إلى مصر منذ عام 1995،
وتوسعت في هذه العمليات عقب أحداث سبتمبر من عام 2001. المثير أن رئيس الوزراء السابق أحمد نظيف اعترف بنفسه في تصريحات إلى صحيفة تشيكاغو تريبيون عام 2005 باستقبال مصر لعدد يتراوح بين 60 و70 من معتقلي جهاز CIA، بل إن العديد من أسماء هؤلاء المعتقلين سبق نشرها وأدلوا بشهاداتهم حول ما تعرضوا له داخل أقبية السجون السرية لأجهزة الأمن المصرية، مثل أبو عمر المصري وممدوح حبيب وأحمد عجيزة ومحمد الزيري، ومعظمهم مواطنون مصريون تم اختطافهم من مدن مختلفة حول العالم. السؤال الآن يدور حول ما إذا كان سيتم محاسبة مبارك على هذه الجرائم، خصوصا بعد تبرئته من تهم قتل متظاهر الثورة، وعن جدوى مثل هذه التحقيقات مع استمرار ممارسات التعذيب داخل السجون المصرية بنفس الأيدي وإلى اليوم. ولمناقشة هذا الموضوع أرحب بضيفي في استوديو مصر الليلة الكاتب الصحفي الأستاذ محمد القدوسي، أهلا وسهلا بك. أهلا وسهلا. وسينضم إلينا ضيوف آخرون في ثنايا الحوار. دلوقتي يعني طلع التقرير قلنا ماشي، لكن أن سمير صبري رفع قضية بحظر حماس وحظر الإخوان ورفع قضية على الجزيرة ورفع قضية تقريبا على طوب الأرض في مصر، فعلا عايز يحاكم مبارك وأحمد نظيف في قضية تعذيب مواطنين إرضاء لأمريكا؟ لا طبعا، هي المسألة مسألة انك انت بتلفت الانظار بشيء عن شيء. خلي بالك ان دي الحاجة الوحيدة اللي هم فاكرين ان رجل السيسي بعيد عنها، فدي الحاجة اللي احنا نقدر نمتص بيها غضب الناس من تبرئة مبارك ونقول للناس شفتوا بقى السيسي كويس ازاي ومبارك وحش، فعلا شفتوا مبارك كان بيعذب المصريين اهوت وشغال عميل للسي اي اي وبياخد الناس يعذبهم عنده، انما شفتوا السيسي راجل كويس ازاي، مع انه السيسي كان مدير المخابرات الحربية وكان مسؤول المنطقة الشمالية اللي كان بيجري فيها التعذيب برضو، يعني فترة التعذيب هي رجل السيسي مش بعيدة ولا حاجة بالمناسبة. يعني انا ممكن اشجع سمير صبري انه يمشي في القضية دي وادخل انضم في نص السكه واطلب ضم عبد الفتاح السيسي للائحه المتهمين نشوفهم هيعملوا ايه، واخد بالك يعني عشان ايه، واللي معاه حاجه بقى ساعتها يبقى يقولها ونبقى قدام المحكمه. بس ده كان باتفاق بين عمر سليمان مش السيسي. انا فاهم مش انا فاهم لا انا فاهم لا السيسي كان، خلي بالك التعذيب اين كان يتم؟ كان بيتم في معتقلات احيانا وفي مناطق ومعسكرات تابعة للقوات المسلحة أحيانا أخرى، اللي بيتم يعني هو سجن العزولي ده أنت فاهم إن هم قصوا الشريط بتاعه بمناسبة الإخوان، لا ما شغال من بدري، أو معسكرات الأمن المركزي، معسكرات الأمن المركزي اللي اتخذوا في تنظيم الجهاد سنة 81 ما هم اتخذوا فيها أساسا يعني. احنا معنا أيضا عبر القمار الصناعية من اسطنبول الأستاذ نزار غراب البرلمان السابق ومحامي عن الجماعات الإسلامية. أستاذ نزار، هل كشف هذا التقرير اللي طلع من مجلس الشيوخ الأمريكي، هل كشف لك جديدا فيما تعرفه عن معاملة المعتقلين وأيضا التبرع بالتعذيب نيابة عن دول أخرى صديقة زي أمريكا وغيرها؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقة أنا لم أكن أنتظر مثل هذا التقرير حتى يعني يقع في يقيني أنه التعذيب سياسة ممنهجة ومتبعة من قبل العصابة التي تحكم العالم أجمع، سواء الولايات المتحدة الأمريكية أو إنجلترا أو أي كل من هذه الدول أو الدول التابعة لها، الحكام التابعين للغرب في مصر وغيرها. فهذا لم يكن مفاجئا. من الذي صنع سلاح الدمار الشامل ضد البشرية؟ هم القوى الغربية والأمريكان. من الذي استخدم كل يصنع كل أدوات التعذيب ويوردها لبلاد المسلمين كي يعذب بها المعارضون السياسيون؟ هم الأمريكان والغرب. فهذا ليس مفاجئا، هذا أولا. طيب يعني هل فوجئت بأن مصر بتعذب المواطنين التعذيب نيابة عن أمريكا؟ الحقيقة أنا عندي معلومة قديمة بصفتي يعني أعمل في هذا المجال وكنت محامي لمحمد الظواهري. لما عمر سليمان الأمريكان طلبوا منه عينة من دم محمد الظواهري للتيقن بشأن الشخصية تم قتلها، هل هي الدكتور أيمن ولا لا؟ فعمر سليمان تطوع وقال للأمريكان، قال له ده أنا أقطع لك صباعه وأبعته لك. يعني مش بس مش انت عايز عينه من الدم ابعت لك عينه من الدم، لا ده انا اقطع لك صباعه لو محتاجه ابعته لك. فهذه هي ثقافه من يحكمون بلاد المسلمين ومن يحكمون بلادنا. فايضا لم يكن يعني جديدا ان نعلم ان هذا التعاون الوثيق بين النظم القمعيه واجهزه الدوائر الامنيه في بلادنا
وهذه الدول، وأن يتم هذا التعذيب بالوكالة. وعلاقاتي مع العديد من الأطراف أيضا علمت كثير من المتهمين كانت بتختطفهم المخابرات الأمريكية وتعرضهم للتعذيب ثم تسلمهم لمصر لكي تتم العملية في كثير من المتهمين، وكن لدينا العديد من هذه الملفات. هو كما جاء بالتقرير الذي قدمته الجزيرة، بالفعل هو الجديد في الموضوع هو الاعتراف وما أثر هذا الاعتراف على العالم الذي أصبح اليوم بعد مرور 64 عام على إعلان العالم لحقوق الإنسان، أصبح اليوم هذا العالم قد بدت واكتشفت عورته بأنه عالم تعذيب الإنسان وانتهاك حقوق الإنسان. تمام. ولكنه يتستر بمثل هذه المصطلحات البراقة. احنا كنا عايزين نعرف من حضرتك أيضا إمكانية استعمال هذا التقرير في رفع قضايا من قبل الضحايا، ضحايا هذا التعذيب، سواء على الحكومات الغربية التي تورطت فيه أو على الحكومات العربية التي أيضا كانت ضالعة فيه. لكن اسمح لي أن نسمع ذلك بعد أن أرحب بضيفي أيضا عبر الهاتف من الإسكندرية، أبو عمر المصري، هو معتقل سابق بسجن غوانتانامو الأمريكي وتم اختطافه من قبل المخابرات الأمريكية من إيطاليا. أستاذ أبو عمر المصري، أهلا بك. هل حكيت للمشاهد حكايتك حتى يعلم الناس ماذا حدث لك؟ تمام. هو أنا بداية تم اختطافي يوم 17/2/2003 من قبل عملاء المخابرات الأمريكية. كنت في شوارع ميلانو أسير الساعة 12 الظهر، راح المسجد وتم حادث الاختطاف، ونقلت من سيارة إلى سيارة إلى طائرة، ثم بعد ذلك وجدت نفسي في فجر 18 موجود في القاهرة. يوم كام يا فندم؟ يوم 18. 18 أنا خطفت الساعة 12 يوم 17، كنت يوم 18 في الفجر سمعت صلاة خير من النوم وعرفت إن إحنا دلوقتي في الفجر يوم 18. فين في القاهرة بقى؟ طبعا أخذت من المطار مباشرة إلى مكان عرفت بعد ذلك أنه سجن أو معتقل أمريكي سري يديره اللواء عمر سليمان بالأمر المباشر. قعدت في هذا المكان 7 أشهر كاملة. ثم نقلت بعد ذلك إلى أمن الدولة، سجن تابع لأمن الدولة في مدينة مصر. ثم بعد 7 شهور عرضت على جهاز أمن الدولة، بعد تم الاتفاق معي من قبل جهاز أمن الدولة إن هقول لهم أنا جيت مصر بإرادتي وإن أنا كنت أحمل باسبور إيطالي وسلمت للسلطات المصرية وأنا ما أريد أرجع إلى أوروبا ثاني. وقالوا لي كل الحاجات اللي هتقولها هتخرج فورا للبيت. ففعلا لما رحت نيابه عن الدوله والمحقق حكر معايا قال لي انت دخلت مصر بعد 7 شهور، الفتره اللي قعدتها في السجن السري الامريكي اللي بيديه عمر سليمان هذا ال7 شهور مش محسوبه اطلاقا في نيابه امن الدوله. قال لي لا ده انت ما جيتش مصر في الفتره دي، انت ما جيت مصر في اول يوم دخلت فيه في امن الدوله. اللي هو كان يوم كام؟ نعم؟ اللي هو كان يوم كام؟ في تقريبا يوم 14/9 تركت المعتقل السري الامريكي اللي هو في حدائق القبه بالقاهره الى امن الدوله بمدينه نصر. المخابرات يعني انت كنت في سجن المخابرات المصريه، سجن تابع للمخابرات المصريه تابع لعمر سليمان رئيس المخابرات المصريه في حدائق القبه. ولم تكن في اي مكان في المركز السري الامريكي ده كل الفتره اللي قعدوها مش محسوبه في التحقيقات النيابه. طيب انت ما دخلتش خلال ال7 شهور دول ابو عمر المصري كان بيحصل معاك ايه بالظبط؟ مين اللي بيحقق معاك؟ هل كان بيجي معاك محققين امريكيين ولا كله مصريين بس؟ طبعا اللي حقق معايا محققين مصريين، لكن عملاء المقامات الامريكيه ورئيس محطه السي اي اي في ميلانو في ايطاليا كان حاضر التعذيب وحاضر التحقيق عبر شاشه تلفزيونيه، كان في غرفه مجاوره، وهذا الكلام اثبت عن طريق المدعي العام الايطالي اسباتارو، اقتحم الفيلا بتاعت الامريكي هذا ووجد الاشرطه ووجد المصري وقعد قد ايه ورقم الباسبور وكل هذه الاشياء كانت موجوده في الجهاز المحمول اللي هو تم الحصول عليه من جانب النيابه الايطاليه بعد ما هرب الى امريكا من ايطاليا. طيب ده كان قبل الحرب الامريكيه على العراق اللي هي كانت في 19 مارس 2003 مظبوط؟
باقل من شهر، لان انا كنت اندد بالحرب على العراق وندد بالاطفال البيوت كل يوم بسبب عدم وجود الحليب وكل هذه الاشياء كنت اندد بيها في ايطاليا وفي اوروبا، وكان ليا جريده اكتب فيها، فكان لازم اخذ من ايطاليا، ما كانش علي اي حاجات في ايطاليا ولا طيب. اي ايه بقى التعذيب، ما هو التعذيب الذي مورس ضدك؟ وهل كان التعذيب فقط في المخابرات ولا كمان في مقر امن الدوله؟ لا لا، في كل مكان، في المخابرات وفي امن الدوله. كانوا بيعذبوك بقى بايه؟ ايه وسائل التعذيب؟ بالضرب العصبي، بالاسلاك الكهرباء، بالتعذيب الكهرباء، بالتقييد اليدين والرجلين، بلبس في الابواب وضربي ضرب شديد، يعني كل شيء الواحد يتخيله كانوا بيفعلوه مع كده. طيب انت رفعت قضايا على المخابرات الامريكيه وعلى حكومات غربيه وكسبت تقريبا 7 قضايا، ليه؟ هل تنفذ اي حاجه من الحاجات دي؟ تمام، كسبت القضايا كلها ورفعت في مصر ايضا، عملت. انت رفعتها فين القضايا دي يا ابو عمر؟ رفعتها فين؟ رفعتها في ايطاليا ورفعت واحده في مصر ايضا. في ايطاليا ومصر؟ رفعت في مصر، قدمت البلاغ للنائب العام الايطالي ومع كتاب باسم الشجون عمر سليمان المسيره السريه، قدمته للنائب العام، ثم بعد ذلك تم تحويلي الى النيابه العسكريه وتم استدعائي احد العسكريين المصريين الكبار، وقال لي الكتاب ما نشر ابدا، ولو نشر ستكون يعني هيحدثك اشياء كثيره جدا تتخيلها، فممنوع نشر الكتاب وتسكت والناس هيردوك. طيب انت تمام، انت دلوقتي ازاي تحولت من مشتبه فيه بانه ارهابي الى مواطن عادي ساكن في اسكندريه وبيكلم مع القنوات وكانه ما فيش اي حاجه حصل؟ ما فيش اي حاجه، ما عليش اي قضايا لا في مصر ولا خارج مصر. لكن كل اللي حصل ان انا اصلا كان المفروض اخذ في اوروبا قبل الحرب على العراق، لان كان ليا كلمه مسموعه في اوروبا. طيب هل انت هتطلب تعويضات من مبارك؟ مبارك نفسه طالب تعويض 100 مليون جنيه على حبسه ظلم 3 سنين في رايه، يعني انا قضيه على مبارك في الوقت الحالي حتى لا، يعني على الاقل تاخد لك شويه من ال 100 مليون دول اللي هياخدهم، يعني عنده 700 مليون فرانك هياخدهم في سويسرا، مش ناوي تاخد منه شويه تعويضات؟ ايه؟ يعني انا اخشى ان يرفع مبارك قضيه تعويض عليا اذا رفعت عليه قضيه تعويض. ان هو نفسه يطلب منك تعويض، طب انت هتعوضه عن ايه؟ لان اتهامي الاتهام له بقضايا التعذيب، ويقول لي ليس عندك ادله وليس عندك، لان كل هذه الاشياء هم يعترفون به ان انا دخلت مصر اصلا، حتى الان غير معترف به ان انا في مصر. يعني انت مش موجود؟ يعني انت دلوقتي مش موجود يعني في الورق؟ موجود بس في ايطاليا. يعني انت في الورق دلوقتي فين؟ دخلت مصر بطريقه غير قانونيه بخطف. فما عنديش اي اثباتات ولا اي في المطار ولا اي اجراءات اوراق تثبت ان انا دخلت مصر بطريقه قانونيه. يعني اشكرك شكرا جزيلا ابو عمر المصري، ارجو ان تبقى معي ايضا عبر سكايب من كندا الدكتور ثروت نافع عضو لجنه الامن القومي بمجلس الشورى السابق، وانت كنت عضو في هذه اللجنه دكتور ثروت. يعني هل مجلس الشورى ناقش هذه القضيه، قضيه انه في مواطنين اتعذبوا بدون اي وجهه؟ لا طبعا لم نناقش هذه القضيه لانها لم تصار في ذلك التوقيت، لكن هي كان معروف ان مصر كانت دوله بلا مؤسسات، واللي كان بيتحكم فيها رجال مبارك وعلى راسهم او احدهم عمر سليمان بهذه المخابرات، وهي كانت دوله بوليسيه كما عادت الان، دوله بوليسيه بلا مؤسسات، التزوير فيها للركب زي ما قال الراجل، التزوير ده لعبتنا. لا هو الحقيقه للدقه يا دكتور ثروت ما قالش للركب، هو قال على ودنه الحقيقه، يعني على ودنه فعلا. والحاجه الثانيه، المدعي العام الامريكي الى الان لم يحرك الدعوه ضد الاداره الامريكيه، ودي مسار جدل الان في واشنطن، يعني رغم ظهور التقرير من الكونجرس الامريكي، لانه مش عايز يلزم اي حد او يلزم الاداره الامريكيه باي تعويضات في المستقبل، قد تتحرك في المستقبل، لكن في نقاش جامد دلوقتي بعدم تحريكها. فالمحامي اللي في مصر وبيقدم بلاغات ضد مبارك، انا اعتقد ان هي حركه من النظام لامتصاص غضب الشارع من خروج مبارك ومطالبته بان احنا ندفع له تعويض على ان احنا شلناه في الثوره. هي حركه لعب مخابرات بتوع السيسي ونظامه الانقلابي
من اجل ان هو يعني يجمل الموقف، انما هو في عداله في مصر، هو في قضاء في مصر عشان ترفع قضيه ضد مبارك انه دخل يقول لك ده قرار سيادي؟ ما فيش. هو في اثبات ورق، ده الورق ورقهم يعني، هو في اثبات لدخول اساسا الاخ اللي اتعذب؟ ما فيش اي شيء. انت بتتكلم في الله دوله يا استاذ زين، انت بتتكلم في عصابه تدير معسكر القوات المسلحه تبعهم، يدخل واحد برديف، يدخل واحد برديف، ويدخل واحد باذن اجازه، يعني ما هياش دوله، مفيش مؤسسات تتحكم فيها، مفيش دوكيمنت او اوراق رسميه لها قيمه، حتى الوقائع المصريه اللي تعد يعني جزء من تاريخ مصر، قال لك زي ما كنا بنزورها ايام المجلس العسكري، يعني كل شيء في مصر مزور، انا خايف ان شهادات ميلاد ما تكون مزوره، كل شيء في مصر بقى مزور، كل شيء في مصر شبه الدوله من ايام مبارك، وجاء السيسي ليلغي بقى اصبحت الدوله الفاشله، وليس عهد حتى شبه الدوله اللي كان بيحاول يرسمها مبارك. يعني انا لا اعول على هذه القضايا لان ليس هناك قضاء يا استاذ. طيب لو انا بتعجب على الناس اللي لسه لغايه دلوقتي بتلجا الى القضاء في مصر، مفيش، الجا الى القضاء الدولي خلاص. طيب في هذه النقطه بقى دعني اسال الاستاذ نزار غراب، وهو محامي بعض المتهمين من اعضاء الجماعات الاسلاميه في مثل هذه القضايا. استاذ نزار، هل هنالك فرصه لمقضايا دوليه ضد مبارك ونظامه في هذه القضية التي صدر بشأنها تقرير من مجلس الشيوخ الأمريكي ملخصه فقط في 600 ورقة؟ هذا التقرير منشور الآن في كل العالم ويتحدث عن أنه مصر شاركت في تعذيب مواطنين مصريين بناء على اتفاق مع السي آي اي. هل ده يعتبر يعتد به في أي محكمة دولية؟ هو هنا في مسارين، مسار يتعلق بردود الأفعال التي كان ينبغي أن تكون طبيعية لو أن هذا المجتمع الدولي مجتمع سوي ويريد أن يقيم عدالة حقيقية أو يحمي حماية حقيقية لحقوق الإنسان. حتى الآن مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة لم أسمع له رد فعل على مثل هذا الاعتراف من الولايات المتحدة الأمريكية بوقوع التعذيب. حتى الآن لم نسمع أي تحرك مثلا من قبل المحكمة الجنائية الدولية، بل سمعته في السي إن إن على تصريح لوزير العدل الأمريكي بأنه لن يترتب على صدور مثل هذا التقرير أي مساءلة لأي من المسؤولين عن ارتكاب هذه الجرائم. هذا على المستوى ردود الأفعال اللي هي تعتبر غير سوية في هذه المجتمعات لتبرهن على مدى إجرامين في حق البشرية. أما من جهة تمسك الضحايا بحقوقهم، فمما لا شك فيه أنه سوف يتم تجميع كافة الملفات التي تحت أيدينا في هذا الأمر، وسوف يتم دراستها بشكل جيد وبعناية لكي يتم اتخاذ الطريقة الملائمة التي تؤدي إلى نجاح في مقاضاة هؤلاء على مستوى الدولي. أستاذ أما محمد، في مصر طبعا، فطبعا كما قال الزميل منذ قليل أنه يعني هذا ما يجري هذا نوع من النصب الذي يجري في الإعلام، وليس هناك إمكانية لإقامة العدل في مصر. أنا سأعود إلى دوافع هذا البلاغ اللي قدمه سمير صبري مع الأستاذ محمد الخدوسي، لكن نشوف أيضا مشاهدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعليقاتهم على بلاغ سمير صبري بشأن مقاضاة مبارك وأحمد نظيف في قضية تعذيب مواطنين مصريين نيابة عن السي آي اي. حسام يحيى. نعم زين، التساؤل عن إمكانية هذه المحاكمة والمقاضاة أثرت السخرية على مواقع التواصل الاجتماعي. مبارك بريء من تهمة قتل المتظاهرين، حبيب العدلي كان بريئا أيضا، هل سيعاقب مبارك على تهمة تعذيب معتقلين في أرض مصرية؟ ننتقل الآن إلى فيسبوك مصر الليلة ونتابع هذه التعليقات. نبدأ بحساب إسراء بتقول تعويض إيه ومحاكمة إيه؟ ده إحنا شفنا القتل قدام عينينا أيام الثورة وفي الآخر مبارك خد براءة. أيضا تعليق آخر من حساب هبة، أصلا الكونجرس ده إخوان وعايزين يلفقوا لابو الثوار مبارك أي تهمة وخلاص. أيضا تعليق آخر من محمود عباس، هو ده المسلسل الهندي الذي لا يموت فيه البطل رغم أنه انضرب بالرصاص 10 مرات في الآخر مش هيموت وهياخد براءة. السيد من اللي قادر على محاكمة مبارك ونظامه؟ أو اللي قادر على كده هو الشعب المصري، لكن عندما يمتلك الثورة التي قام بها من قبل. أيضا ننتقل سريعا إلى تويتر، نبدأ بحساب إيجبت جيرل بيقول ولا أي اندهاشة، كله كلام وهتنضم لباقي أدلة قتل المتظاهرين عادي، القضية أصلا انتهت خلاص.
أيضا حساب رامي بيقول يعني هما ما فيش عندهم مليون دليل سابق وفي الآخر القضية انتهت بالبراءة. حساب أحمد بيقول لا والله لا أظن أبدا أن يحدث هذا، كيف يحاكم الإنسان، كيف يحاكم الإنسان أخوه، هذه الدولة دولة مبارك بكل ما فيها. التغريدة الأخيرة من سامح بيقول ردا على السؤال حول المقاضاة بتاعت مبارك بيقول طبعا دي في المشمش. طيب نعود إليك زين. شكرا شكرا جزيلا حسام يحيى. أعود إلى ضيفي في الاستوديو الأستاذ محمد القدوسي الكاتب والمحلل السياسي. يعني هناك من يقسم النظام المصري الحالي إلى قسمين، قسم بتاع السيسي ودولته الجديدة وقسم بتاع مبارك ودولته القديمة. سمير صبري مع أي قسم من القسمين؟ هي دولة واحدة برسين، وهقول لك بالضبط الحكاية إيه وحنشوف العلاقة بين ده وبين التسريبات كمان. بس الأول حضرتك سألت الدكتور ثروت نافع قلت له مواطنين يتعذبوا بدون وجه حق، هو مفيش تعذيب بوجه حق، التعذيب ليس عقوبة قانونية أساسا. التعذيب جريمة ضد الإنسانية لا تسقط بالتقادم، وعندما تكون وقع الجريمة قد ارتكبت عبر أكثر من دولة يمكن للمتضرر أن يتقدم للقضاء في أي دولة. أي جريمة، جريمة نصب مثلا ارتكبت عبر 7 دول أو جريمة قتل تحضر لها في دولة وتنفذت في دولة، أنت تقدر كمتضرر أنك تنقي الدولة اللي تروح وتقاضي الجاني أمامها. إذن يستطيع المتضررين، يعني أبو عمر المصري يقدر يرفع قضية قدام القضاء الايطالي او قدام القضاء المصري أو وهكذا. ما انا بقول اهو، يعني بقول لك الايه النموذج يعني. طيب عندي بقى ممدوح شاهين، هو المحامي سمير صبري والمحامي الملاكي بتاعه واخد بال حضرتك، ودي مساله معروفه. ممدوح شاهين هو المستشار القانوني للمجلس العسكري. المجلس العسكري خلي بالك ان سمير صبري بيرفع القضيه ديت، وممدوح شاهين التسريبات اللي حصلت واللي اكيد انها سحقته، يعني هي رشرشت على عبد الفتاح السيسي وعلى النظام كله، لكن كده ممدوح شاهين طلع بره اللعب يعني دلوقتي تقريبا. فهذه التسريبات يقال هل طلع فعلا بره اللعب؟ اعتقد كده، ما ينفعش حد يعني تتوقع كده. لكن لا لا هو موجود، لا يعني الوضع في مصر الحقيقه غير قابل للتوقع. مفهوم هو موجود وحيرزق وكل حاجه، بس وموجود ومشارك يعني، لكن عايز اقول لك انه بقى كارت محروق ما تقدرش تحطه في الصداره حتى ولو لفتره لغايه لما الناس لا مش قوي كده، مش قوي كده لغايه على الاقل لغايه ما الناس تنسى. فالتسريبات ديت انا اقدر اشوف فيها اكتر من طرف محتمل، يعني اكتر من متهم مرشح منه. الراس التانية بتاعت النظام اللي هي راس مبارك الأخذة في النمو الآن وفي استعادة حجمها، ومنها الأمريكان اللي ليه ما يكونش المخابرات الأمريكية هي اللي سربت يومية وزارة الدفاع اللي هي اليومية المسجلة كل يوم، وليه ما يكونش انتقام من أمن الدولة علشان الجيش اقتحم مقرات أمن الدولة في سياق الثورة واستولى على التسجيلات. يعني جماعة بتوع المجلس العسكري دول كلهم كان متسجل لهم تحت إيد أمن الدولة، ودي بالتحديد التسجيلات اللي اختفت عند اقتحام أمن الدولة في اليوم الشهير. فأمن الدولة بتقول لهم يعني طب ياما في الجراب يا حبيبي، طب احنا نقدر نلعب لعب تاني. على أي حال السؤال كمان اللي بيصور دلوقتي هو يعني سيبك من مبارك شخصيا، احنا بنتكلم عن مجموعة، مش عايز أقول عن النظام لأنه النظام لما يتغير ونظام مبارك ونظام السيسي وسلطة مبارك، هي سلطة السيسي حالة استنساخ سلطة من سلطة يعني، أو حالة من حالة النعجة دولي يعني. لكن خلينا أسألك سؤال، هل يكفي فقط أنك أنت ترجع لمبارك فلوسه وتديله براءة، ولا لازم كمان يبقى فيه صلة قوية جدا أنك تحط الفيشة بتاعة الكهرباء بتاعته مرة تانية في الفيشة في السلك بتاع الأمريكان أو في البريزة اللي في الحيطة بتاعة الأمريكان عشان القصة كلها تدور من تاني، ويبقى الوسيلة اللي بتتعمل اللي احنا بنشوفها دلوقتي ديت الاتهامات اللي راحة جاية دي حتزكيها يعني. طيب مين بقى اللي مين بيحرك هذه الاتهامات؟ يعني سمير صبري يعني ما حدش يقدر يجادل ان هو لما بيرفع قضيه بتبقى بيرفع بهدف يعني. سمير صبري باختصار موضوع على فكره موضوعات السياسه مفتاحها في حاجتين يعني، في فلوس او في حاجه تانية بس مش اكتر من كده. فهو سمير صبري باختصار شديد كان رفع قضيه قال فيه انه مستاء من ان الهام شاهين اتهمت بانها ظهرت يعني في مشاهد مخله في احد الافلام، وقال ان هو باعتبار ان دي فنانه وانها تمثل له القدوه والمثل الاعلى فهو مستقيم، ما كانش حتى مداله توكيل. فالهام شاهين تبقى بنت عم ممدوح شاهين، الهام شاهين تقيم في كفر العمار 100%، الهام شاهين تقيم في كفر العمار وممدوح شاهين يقيم في العمار وكلاهما من مركز طوخ محافظه القليوبيه كويس. فممدوح شاهين لما لقى الراجل ده خدوم قوي الى هذه الدرجه
قربه نجية وخده جنب منه. وخلي بالك ان ممدوح شاهين لما كان في التسريبات بيتكلم بيقول ان ادي اخرة اللي ما عندناش مستشار قانوني، لانه كان عايز يفرض سمير صبري مستشارا قانونيا على المجلس العسكري من باب ان هو ينطقه يعني ويخدمه في الفلوس وحاجات بالشكل ده. ادي الموضوع كله من اول اخره. معنا أيضا عبر الأقمار الاصطناعية من لندن الأستاذ محمد جميل مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان. طبعا التعذيب كجريمة لا تسقط بالتقادم، لكن بريطانيا بعد التعديل الأخير اللي هو أو القرار اللي طلع من الاتفاق اللي حصل بين الدفاع دفاع الحرية والعدالة وبين الممثلي الادعاء في بريطانيا من أنه وجود أشخاص مسؤولين لا يمنع من الحصانة أو لا يمنع وجود أشخاص لهم حصانة لا يمنع من مقاضاتهم، هل في قضية التعذيب اللي تحدث عنها تقرير مجلس الشيوخ الأمريكي هل هنالك إمكانية لمقاضاة المتورطين فيه في بريطانيا على سبيل المثال؟ طبعا بالتأكيد هناك إمكانية، ويجب محاسبة المسؤولين عن هذه الجريمة الدولية. كون هذه يعني لا يمس بهذه الجريمة أنها ارتكبت في أي مكان في العالم، ممكن مقاضاتهم في بريطانيا في أي مكان في العالم يختص بموجب الولاية القضائية الشاملة. المشكلة أننا أمام قرار سياسي من الولايات المتحدة الأمريكية أولا، فوزارة العدل الأمريكية يتوجب عليها فتح تحقيق جنائي في هذه الادعاءات. يعني هل تتصور يا أستاذ محمد جميل تقرير مجلس الشيوخ، هل تتصور أنه بريطانيا على سبيل المثال تصدر مذكرات اعتقال بحق جورج تينت رئيس المخابرات الأمريكية حينما وقع هذا التعذيب، أو بيل كلينتون لأنه كان في حالة في عهده أيضا رحلت إلى مصر سنة 95 وتم تعذيبها، أو أي من المسؤولين الحاليين في CIA؟ أقول لك من الناحية القانونية والقضائية، إذا وجد ضحية في يعني رفع دعوى أمام القضاء البريطاني بوجود جورج تينت أو أي شخص متورط في جريمة تعذيب على الأراضي البريطانية وقدم ملفا وأدلة تثبت أنه عذب حسب ما ورد في التقرير، فليس من خيار أمام الادعاء العام البريطاني إلا تحريك الدعوة ضد هذا الشخص، وليس أمام المحكمة التي تنظر القضية إلا إصدار مذكرة توقيف. الموضوع ليس قرارا في هذه الحالة، ليس قرارا سياسيا بيد ديفيد كاميرون أو حكومة بريطانيا، لكن للحصول على العدالة الناجزة والقضاء للحصول على العدالة الناجزة نحن نتحدث عن قرار سياسي. لماذا نريد قبل أن يتقدم الضحايا بأي شكاوى أمام أي قضاء في العالم، نريد من وزارات العدل المعنية بهذا التقرير هي أن تتحرك وتقدم دعوى أمام المحاكم المختصة، دعاوى جنائية تتهم ضباط معينين أسماؤهم معروفون لديهم، ويتم تحريك الدعوة ضد هؤلاء الأشخاص لتتم محاسبتهم على هذه الجرائم. أما إذا انتظرنا الضحايا ليقيموا الدعاوى أمام القضاء المختص في إيطاليا في بريطانيا في فرنسا، فإن هذا سيأخذ وقتا طويلا. طيب فيما يتعلق بأموال المتهمين، يعني ما فيش حد تقريبا، ما فيش حكومة عربية أو رئيس أو زعيم عربي ملوش حاجة في أوروبا، يعني ملوش أصول في أوروبا ولا سيما بريطانيا، هل هؤلاء الزعماء أو هؤلاء المسؤولين المتهمون في قضايا تعذيب كهذه أصولهم في أوروبا معرضة للخطر؟ يعني المادة يعني مسألة لاحقة على المساءلة الجنائية، يعني الأهم الآن أن تكون حرية هؤلاء الذين
تورطوا في التعذيب أن توضع في أمام العدالة لتتصرف العدالة في حريتهم وتلقي القبض عليهم وتعاقبهم. ثم يأتي موضوع الدعوة المدنية التي تلحق الدعوة الجنائية فيصدر القاضي حكمه بالتعويض وحكمه بالحجز على هذه الأصول. فمسألة الأصول والتعويضات المدنية هي مسألة لاحقة للمسائل الجنائية الأهم لدينا، وهذا ما يجب أن يركز عليه الضحايا، هو ملاحقة ومحاسبة المجرمين المسؤولين عن هذه الجريمة الشنيعة أمام القضاء المختص. وإذا لم تتحرك الولايات المتحدة الأمريكية التي أصدرت هذا التقدير والتقرير وتحرك الدعوة الجنائية أمام القضاء الأمريكي، فإن هذا التقرير سيبقى حبرا على ورق، وهو تقرير فقط صدر للمحاكات السياسية بين الحزبين الديمقراطي والجمهوري لقرب الانتخابات في الولايات المتحدة الأمريكية. أشكرك شكرا جزيلا محمد جميل، مدير المنظمة العربية لحقوق الإنسان، كان معنا عبر الأقمار الصناعية من لندن. كما أشكر ضيفي في الاستوديو الأستاذ محمد القدوس الكاتب الصحفي، وضيفي عبر سكايب من كندا الدكتور ثروت نافع، وأشكر أبو عمر المصري الذي كان معنا أيضا عبر الهاتف من الإسكندرية، والدكتور الأستاذ نزار غراب محامي بعض المتهمين من الجماعات الإسلامية. أشكركم جميعا شكرا جزيلا، وما زلنا معكم في مصر الليلة وفي البرنامج بعد الفاصل. الكاف يهدد اتحاد الكرة المصري بالاستبعاد من تصفيات مونديال روسيا وقطر حالة تكرار انتهاكه لاتفاقيات البث التلفزيوني وخلاف بين مسبيرو والجبلاية حول من يتحمل غرامة إذاعة مباراة غانا. لما نفيسة وعبد الجواد وخالي العزب وابو دنيا محدش يجيب سيرتهم، صوت الفلاح دركم ومطرحكم. ما هي الدوافع الكامنة وراء تزايد معدلات الإلحاد بين الشباب؟ وما الذي تتحمله المؤسسة الدينية الرسمية وجماعات الإسلام السياسي عن انتشار هذه الظاهرة؟ وكيف تناول الفقه الإسلامي قضية حرية المعتقد؟ وهل هي مطلقة أم مقيدة؟ سياسة في دين اليوم في 11:20 مساء بتوقيت القاهرة. أهلا بكم من جديد. الاتحاد الأفريقي لكرة القدم الكاف هدد الاتحاد المصري باستبعاد منتخب مصر من التصفيات المؤهلة لمونديال 2018 و 2022 في كل من روسيا وقطر في حال تكرار إذاعة مباريات هذه التصفيات على التلفزيون المصري أو حدوث أي عمليات قرصنة على حقوق الأول الخاصة ببث مباريات تصفيات المونديال. كان محمود الشامي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري أعلن أن اتحاد الكرة تلقى تحذيرا رسميا من حدوث أي اختراقات جديدة لحقوق البث، وفي حال تكرارها ستتم معاقبة مصر بالاستبعاد بعد أن تم تغليظ عقوبة اختراق حقوق البث إلى الاستبعاد بدلا من الغرامة المالية. وهو ما دعا اتحاد الكرة إلى إرسال تحذير الكاف إلى التلفزيون المصري برئاسة عصام الأمير الذي قام بإذاعة مباراة غانا في تصفيات مونديال البرازيل دون العودة إلى اتحاد الكرة في الجبلية. تهديد جديد لموقف مصر المتذبذب كرويا في الفترة الأخيرة، فقد أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم أن الاتحاد الإفريقي الكاف هدد باستبعاد منتخب مصر من تصفيات كأس العالم 2018 بروسيا و2022 بقطر. تحذير الكاف باستبعاد المنتخب جاء بعد قيام التلفزيون المصري في وقت سابق بإذاعة مباراة مصر وغانا والتي تسببت خسارة المنتخب حينها بالخروج من تصفيات مونديال 2014. التهديد اشتمل أيضا على المطالبة بسرعة تسديد مليوني دولار قيمة الشرط الجزائي لاختراق العقود القانونية المبرمة بين كافة الأطراف. وطبقا لتصريح جمال علام رئيس الاتحاد المصري،
فإن الكاف قام بتعديل القوانين الخاصة بحقوق البث لتصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، وبعد أن كانت بتوقيع الغرامة المالية غلظها الكاف لتصل إلى الاستبعاد من التصفيات نهائيا. هذا التهديد يأتي بعد تسجيل مصر تراجعا تاريخيا في تصنيف الفيفا لشهر نوفمبر ب 22 مركزا، قدر بثالث أكبر تراجع منذ انضمام مصر لمظلة الفيفا، واحتل المنتخب المصري الترتيب رقم 60 في ترتيب الفيفا بعد احتلاله خلال الشهر الماضي المركز 38، وهو التراجع الأكبر بين جميع المنتخبات خلال تصنيف نوفمبر. ويعزو التراجع إلى الخسارتين اللتين مني بهما المنتخب أمام منتخبي السنغال وتونس في التصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية بغينيا، لتزداد معاناة المنتخب المصري هذه المرة بسبب أخطاء سياسية. أبو تريكا جول. وحول هذا الموضوع يدور الحديث في هذه الفقرة مصر ليلة، وأرحب بضيفي في الاستوديو الناقد والكاتب الرياضي الدكتور علاء صادق. أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا يا أستاذ زينو بكل السادة المشاهدين. مين المسؤول عن أن مصر خسرت 91 يعني مليون حوالي مليونين دولار في إذاعة مباراة غانا اللي مصر خسرت فيها كمان 6-1؟ نظريا يتحمل المسؤولية رئيس الجمهورية عدلي وحكومته. عدلي منصور اللي هو الرئيس المؤقت. الرئيس نظريا، لأن دي حدثت في شهر أكتوبر سنة 2013. فنظريا يتحمل المسؤولية. لا أي إدانة تذهب إلى عصام الأمير رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون أو إلى الوزيرة السابقة درية شرف الدين يبقى دي مهاترات. بس هو ده كان قرار عصام الأمير ولا درية شرف الدين؟ ولا ده ولا دي. كان قرار عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع وصاحب الرأي الأول والأخير في مصر بعد الانقلاب. هو كان صاحب قرار الإذاعة، وتمت إذاعتها على اعتبار أن المسألة خفيفة والناس هناك مش هيقدروا يعملوا حاجة، وإحنا لينا فلوس عندهم في إذاعة ربعة لما كان قناة الجزيرة مباشر بتذيع باستمرار أحداث الاعتصام في ربعة، فقالوا نقدر نعمل كده. وبعدين هم الحقيقة يعني غير مدركين على الإطلاق للوائح. اللوائح مصر عمرها ما عملت كده الحكاية دي. الحقيقة الأمر غير مسبوق، غير مسبوق، خصوصا أن قناة بي إن سبورت لما ذاعت المباراة كانتش هي صاحبة الحق الحصري من الاتحاد الافريقي. لا، الاتحاد الافريقي باع لقناه فرنسيه او لشركه فرنسيه، والشركه الفرنسيه تولت تقسيم قاره افريقيا ومنطقه الشرق الاوسط، وباعت لمجموعه من القنوات حقوق البث في اجزاء معينه. فبي ان سبورت خدت شمال افريقيا والشرق الاوسط، وفي قنوات اخرى كثيره خدت البلد. فكانت النتيجه ان الاتحاد المصري لكره القدم والاتحاد الإفريقي أو الاتحاد الدولي عندما يتعامل مع قضية قرصنة في بث مباراة كرة قدم لا ينظر للدولة، لا علاقة له لا بحكومة ولا بوزارة ولا باتحاد إذاعة. ليه مصر ما اشترتش حق بث هذه المباراة؟ لأن إحنا منذ بدأت عملية شراء حقوق البث العالمية لمباريات كرة القدم من 1994 ونحن نتقاعس عن شراء حقوق البث للأحداث الكبرى. ويكفي أن تعرف أن كأس الأمم الإفريقية 2008 التي فازت مصر بلقبها في غانا لم تذاع على التلفزيون المصري. في أبسط من كده، يعني البطولة اللي انت رايح حامل لقبها وبطولة إفريقية مش بطولة عالمية انت ما اشتريتش. يعني اكيد اهم من ماتش غانا ومصر اللي مصر 100% 100%. طيب ليه مصر لجأت الى إذاعة المباراة على القناة مش عارف القناة الاولى ولا الثانية او القناتين الله اعلم، في حين ان اصلا المباراة كانت مذاعة على قناة بي ان سبورت المفتوحة؟ هو للأسف عناد يورث عناد ويورث اخطاء. المسألة هم عايزين كانوا في تلك الفترة بالذات بعد الانقلاب بعدة شهور كانوا يريدوا أنه يثبتوا أنهم أقوى من الجميع، لا سيما من قناة بي إن سبورت وجزيرة وقطر، ولذلك فعلوا ما فعلوا.
وكانت العقوبة صارمة جدا. النهاردة 1,900,000 دولار. الطريف في القضية إيه؟ إن الشركة التي تملك حقوق البث وتملك حق الحصول على 1,900,000 دولار طلبت من الاتحاد المصري لكرة القدم المصالحة. اللي عايز الفلوس بيقول للاتحاد المصري تعالوا نتصالح. اللي هي يعني الشركة دي؟ اللي هي الشركة اللي هي سبورت فايف. الشركة الفرنسية قالت للاتحاد المصري تعالوا نتصالح. الناس ما تعرفش الكلام ده. قالوا لها طب نتصالح ازاي؟ قالوا لهم ادونا حقوق بس الدوري العام وكاس مصر والكواليس المنتخب السنة دي بس الموسم ده واحنا نبيعها برضو بنفس الطريقة، يبيعوها إيش منطقة الشرق الأوسط لجهة والكلام. فاتحاد الكرة المصري قال لهم القرار قرار سياسي سيادي ما نقدرش نقول لكم خدوه، رغم ان الاتحاد المصري يبيع لبرزنتيشن ماشي، يبيع لده ماشي، للأمين ماشي، انما يجي علشان يسدد ما قيمته 14 مليون جنيه يقول لك تمام. طيب معنا ايضا عبر الهاتف من القاهرة هشام فهمي الناقد والمعلق الرياضي. هشام اهلا وسهلا بك. هل يعني قرار الكاف انه باستثناء الغرامة في قضية إذاعة مباراة غانا فإنه لا توجد عقوبات أخرى على مصر، لكن قرار الكاف يتعلق بإذا تكرر ذلك مستقبلا؟ أهلا بك الأستاذ زين وأهلا بالدكتور علاء صادق. بداية بس على الله الإعلام الرياضي في مصر اللي موجود حاليا ما يخرج علينا غدا أو اليوم ويعني يقول إن دي مؤامرة على الرياضة المصرية وعلى كرة القدم المصرية، وإن الكاف والاتحاد الدولي والشركات كلها تتآمر على كرة القدم المصرية، فأي شيء أصبح الآن يعني يتسم بالمؤامرات. هذه واحدة. أما الثانية فأعتقد إن يعني خطأ كبير من اتحاد إذاعة والتلفزيون أن يذيع هذا اللقاء، رغم وجود داخل اتحاد أو أروقة اتحاد الإذاعة والتلفزيون لجنة خاصة للبطولات وتعلم جيدا الحقوق الإكسكلوزيف أو الحقوق الحصرية، ورغم وجود أيضا مستشار رياضي مشرف على البرنامج داخل التلفزيون المصري. وأتفق تماما دكتور علاء صادق أن القرار من خارج اتحاد الإذاعة والتلفزيون. طيب فيما يتعلق بالمسؤول، يعني هنالك اتهامات متبادله، يعني الاتحاد الكوره بيقول احنا مش المفروض ان احنا ندفع الغرامه، والتلفزيون بيقول المفروض اتحاد الكوره. المفروض مين اللي يدفع الغرامه؟ المفروض تتخصم من مين؟ المفروض من اتخذ هذا القرار. كان يعني نفسي او امنيتي ان يفتح تحقيق واسع، لو كان هناك شفافيه ونزاهه ان يفتح تحقيق واسع داخل اروقه الاتحاد الاذاعه والتلفزيون، بدايه من اللي قام بس ومرورا بكل القيادات لمعرفه من المسؤول الحقيقي من اتخذ هذا القرار وعليه ان هو يتحمل هذه الغرامه ايا كان هو مين. اشكرك شكرا جزيلا هشام فهمي الناقد والمعلق الرياضي. اعود مره اخرى الى ضيفي في الاستوديو الدكتور علاء صادق. دكتور علاء، برضو قرار الكاف بيقول ان هو ما تعملوش كده تاني، بس ما فيش حاجه دلوقتي، ما فيش عقوبه حاليا رياضيه على مصر. في نقطة جميلة حضرتك سألت فيها زميلنا الكابتن هشام فهمي، راجل محترم جدا ربنا يزيد من أمثاله. مين المسؤول ومين وليه اتحاد الكرة يتحمل؟ ده السؤال. الحقيقة في الجزائر برضو الحكومة الجزائرية قرصنت مباراة الجزائر وبوركينا فاسو في نفس الوقت الحقيقة يعني. فتم تغريم الجزائر أيضا 1,900,000 دولار. ماذا فعل اتحاد الكرة الجزائري؟ العقوبة رايحة على اتحاد الكرة الجزائري. راح للتلفزيون الجزائري قال له العقوبة 1.17، هتدفع هندي لك مباريات الدوري الجزائري والكاس، مش هتدفع مالكش إذاعة ماتش واحد في الجزائر. فالتلفزيون الجزائري دفع مكرها علشان مباريات المحلية في الجزائر تذاع. إنما هل في مصر حد يقدر يقول للتلفزيون مش هتذيع ماتشات الدوري؟ ولا واحد يقدر يقوله، إلا لو في لو قناة تانية حتى في الإمارات هتذيع المباريات. لكن هو اتحاد الكرة في مصر يملك إن هو يقول الكلام ده طبعا. لا وفقا حسب قانون للوائح والقوانين ممكن. وفعلا اتحاد الكرة ما ذاعش مباريات، التلفزيون ما ذاعش مباريات كأس مصر السنة اللي فاتت، كلها أذيعت حصريا على أبو ظبي. إنما في الدوري بيذيع عادي بقى. شوف أيضا مشاهدينا عبر مواقع التواصل الاجتماعي تعليقهم على تحذير الكاف للاتحاد المصري مع حسام يحيى. نعم زين، احنا نذيع مباريات على انها في استاد القاهرة ونجيب شوية عساكر
أمن مركزي ونبني صور ونحط يافطة نكتب عليها تصفيات كأس العالم. ده تعليق بدر تمام اللي بيقتبس من تسريبات مكتب السيسي. نذهب أيضا إلى تعليق آخر من التعليقات التي وصلتنا عبر فيسبوك مصر الليلة لمحمد شلبي، بيقول أي حاجة تغضب الجزيرة إحنا بندعمها. لا والله ما حكم الكاف، أنا عايزكوا تدوني تفويض عشان أحارب الفيفا والكاف المحتمل. اقتباس آخر أما أيضا كامل، أنا مش قادر أبث، مش عايز أبث. أيضا تعليق آخر من شحاتة على المستوى الضعيف والهزلي للمنتخب ل 2018 ولا 2022 ولا حتى 2030 هنشوف كأس العالم ولا حتى هنتفرج عليه شكلنا كده، من وجهة نظر شحاتة. أيضا محمد عبد الله، زي ما تعودوا جوه البلد فاكرين كل حاجة بالعافية ومحدش هيحاسبهم، لكن بتجيلهم صدمة لما يعرفوا أن اللي تعودوا عليه جوه البلد ما ينفعش مع برا البلد، وعلامات تعجب كتيرة. أيضا إلى تويتر نبدأ بأسامة عمر، ما تفرقش كده كده هم عارفين خلاص إن أبو تريكة اعتزل. من وجهة نظر أسامة أبو تريكة كان يعني أحد الأسباب المهمة في المنتخب المصري وأحد عناصر القوة. حساب سام أزر بيقول الكلام ده ما يأكلش معانا، إحنا عندنا قضاء شامخ وممكن نحبسهم أو نعدمهم في جلستين، دي مش كورة بقى، ده إرهاب، ده لسان الحكومة. أيضا التغريدة الأخيرة من علي بيقول حتى لو تأهلنا لكأس العالم كده كده هنخرج منه. طيب شكرا جزيلا حسام يحيى. تعليق سريع من الدكتور علاء صادق، هل ترتيبنا في الكرة بالفعل يعني وصل إلى هذا المستوى؟ واضح أن المشاهدين شايفين أنه مفيش أمل أصلا. لا لا خلاص، إحنا عاجزين عن التأهل لكأس الأمم الإفريقية اللي بيتأهل لها 16 منتخب في إفريقيا، فما بالك بكأس العالم اللي بيتأهله 5 فقط مرة كل 4 سنين. الانهيار الرياضي وصل إلى ذروته، وأتمنى بإذن الله أن الناس تفيق، نقضي أولا على الانقلاب ونفوق بعد كذا للرياضة. شكرا جزيلا دكتور علاء صادق الناقد الرياضي، شكرا جزيلا. إلى هنا مشاهدينا نصل إلى ختام هذه الحلقة من مصر الليلة، وتابعنا فيها هذه الموضوعات. المبادرة سيتم تطبيقها من خلال 3 مراحل. في يوم العلم السيسي يطلق مبادرة لبناء مجتمع يتعلم ويفكر ويبتكر. 27 عاما منذ تأسيس حركة المقاومة الإسلامية حماس، فماذا قدمت للقضية الفلسطينية وكيف تطورت علاقتها بالأنظمة المصرية المتعاقبة؟ بلاغ يطالب بمحاكمة مبارك وأحمد نظيف في قضية السجون السرية بعد تقرير الشيوخ الأمريكي عن فتح المعتقلات المصرية لتعذيب السجناء بالوكالة عن أمريكا. الكاف يهدد اتحاد الكرة المصري بالاستبعاد من تصفيات مونديالي روسيا وقطر حال تكرار انتهاك الاتفاقيات البث التلفزيونية. حتى ليلة مصرية أخرى وسهرة نتمنى أن تكون أفضل من سابقتها. نترككم في رعاية الله وأمنه، وإلى اللقاء. ودول ما يهبهابوا كل واحد اتقتل في 25 يناير هنجيب حقه. القيادة السياسية اللي ماسكة دي هي اللي ضحت بالبلد عشان تبرع حسني وتدمر البلد. لا كبرنا نقدم ورق ولا عرفنا القضية شكلها ايه.
وما يقولوا محكوم عليه بالاعدام. ودينا الشهود ما حدوش بكلام اي شاهد ولا فتحوا اي ورقه. احنا عندنا قضاء عادل، عادل 100%، قضاء لا غبار عليه. عيله كامله في السجن، الاب وتلات عيال وبنت، اكتر من 1000 معتقل سنهم ما تجاوزش 16 سنه. كنت بدل معاه بطهران، انا مجرم، كنت بدل معاه. انتوا مش حاسين بينا؟ هيقعدوه في اوضه فيها 45 ولد وبنت. شهادات تؤكد على ان الانتهاكات ممنهجه وهدفها قصف الثوره والثوار. احنا حاسين بيكم وبنضرب تضامنا معاكم، وده بيرفع معنوياتنا. عشان شغل نفسه بغيره ودي بقت تهمه، عشان طالب ودي تهمه، عشان شاب ودي تهمه، بتقبضوا عليهم ليه؟ ما هي الدوافع الكامنة وراء تزايد معدلات الإلحاد بين الشباب؟ وما الذي تتحمله المؤسسة الدينية الرسمية وجماعات الإسلام السياسي عن انتشار هذه الظاهرة؟ وكيف تناول الفقه الإسلامي قضية حرية المعتقد؟ وهل هي مطلقة أم مقيدة؟ سياسة في دين اليوم في 11:20 مساءً بتوقيت القاهرة.